مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله ومساء الفل على حضراتكم. دايما منورني ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. الاهلي الليله النهارده في نقاط كتير جدا وعديده هنتكلم فيها. هيكون معانا النجم احمد او مسلم بعد قليل، هنتكلم معاه عن لقاءات الاهلي في الدوري وشكل الاهلي مع محمد يوسف وشكله المستقبلي مع لاسارتا، هنتكلم كمان عن مباراتي افريقيا في الذهاب والاياب، ونتكلم عن شكل الاهلي بشكل عام. هيكون معايا في الفقره الثانيه اعلاميه وشكل جديد من الاعلام الاعلاميه دينا محمد، وممكن نقول عليها محلله اداء، هنشوفها كمان بعد النجم احمد ابو مسلم. عايز اكلمكم كمان عن اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الهام جدا اللي اقيم الساعه 4 عصرا، واعتقد ان هو على وشك الانتهاء او انتهى. هيكون معانا المتحدث الرسمي الاستاذ شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، وهنقول لكم اهم قرارات مجلس اداره النادي الاهلي التي صدرت منذ قليل. كمان هيكون معانا مجموعه تقرير عن ماراثون زايد الخيري اللي كان في مؤتمر صحفي بالامس، وكمان هيقام هذا الماراثون غدا ان شاء الله بمدينه الاسماعيليه. قبل ما نتكلم عن تفاصيل هذه الحلقه، تعالوا نتكلم عن اخبار النادي الاهلي اللي بتهم حضراتكم. لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي هيصل القاهره غدا لبدء المهمه رسميا مع النادي الاهلي. اعتقد ان هو هيتولى المسؤوليه رسميا او مهمه النادي الاهلي الثقيله على اي مدرب، لان جمهور النادي الاهلي ما بيرضاش باي حاجه، فاعتقد انها يعني بتبقى مهمه ثقيله وبتبقى مهمه ممتعه كمان لو صاحبها نجاح. خلينا نقول ان مهمه النادي الاهلي مهمه كبيره جدا بيتمناها اي مدرب حتى لو كان حملها تقيل جدا. لاسارتي ان شاء الله هيمسك بعد ماتش الداخليه لانه هيوصل في وقت متاخر بكره ان شاء الله. محمد يوسف المدير الفني لنادي الاهلي حتى مباراه الداخليه عمل دوره على احسن ما يكون. انتم متخيلين النادي الاهلي برغم كل الصعاب اللي مر بيها، متخيلين النادي الاهلي لو كان خرج من الادوار التمهيديه في افريقيا، يعني تخيلوا بس لمجرد ثواني، النادي الاهلي خرج من الادوار التمهيديه لبطوله افريقيا. ما كانش حد يقول في ظروف، ما كانش حد يقول في لعيبه مصابه، ما كانش في حد هيقول في عوامل خارجيه، ما كانش حد يقول في اثيوبيا واللي حصل والجو والظروف والاصابات والضغوطات والحاجات كتير جدا حضراتكم عارفينها، خلاص مش عايزين نتكلم فيها اكتر ما اتكلمنا فيها قبل كده. لكن ما كانش في حد هيقول اي حاجه غير النادي الاهلي خرج من افريقيا. وتستنوا بقى وتسمعوا يعني اشعار الناس بتقعد تكتبها لمجرد النادي الاهلي ممكن يتعادل في ماتش، تخيلوا بقى خرج من بطوله. فلازم نوجه الشكر، كل الشكر لمحمد يوسف ابن النادي الاهلي المخلص جدا جدا، اللي النادي الاهلي اكتشف ان محمد يوسف رجل كباقي الرجال اللي بيقدروا يتحملوا مسؤوليه كبيره جدا على عاتقه في فتره كانت صعبه جدا على كل الاهلاويه، على النادي الاهلي تحديدا الفتره اللي فاتت بعد كالترون او اثناء فتره كالترون. محمد يوسف قدر يرجع باقل الامكانيات الفنيه للاعبين، كان في لعيبه كتيبه لعيبه مصابه او عناصر اساسيه او اعمده رئيسيه للنادي الاهلي مصابه، ما قدرش يستغل اي حد فيها، رجع بناصر ماهر، رجع بهاني، رجع بعناصر كتيره جدا، دخلهم تاني فريق النادي الاهلي. كريم ندفد مش هنساه طبعا، رجل النادي الاهلي الفتره الماضيه مع كل الرجاله اللي لعبوا في حدود امكانياتهم، في حدود الامكانيات المتاحه، في حدود الضغط اللي كان عليهم العصبي جدا، في حدود كمان اللياقه البدنيه اللي مش عارفين اسبابها، هل هي حمل كان زايد قوي ولا هي حمل كان ضعيف قوي عشان ادى لاصابات كتيره جدا وكبيره جدا اول مره نشوفها في فريق النادي الاهلي على مدار الفتره السابقه او السنين الكتير اللي فاتت. محمد يوسف قدر يخرج بكل العوامل دي بسفينه النادي الاهلي لبر الامان، قدر ان احنا نطلع لدوري المجموعات وده اللي كان مطلوب منه، قدر ان هو يكسب مباريات مهمه جدا في الدوري العام، خسر من مقاولين في اول مباراه يتولاها رسميا، ما كانش فيه يعني اي ايام بين رحيل كالترون ومحمد يوسف توليه المسؤوليه الرسميه، خسر 0-1 الاهلي وبتروجيت، كسب 1-0 الاهلي والجونه، كسب 2-1 والاهلي وطلائع الجيش، كسب 2-0 والاهلي وجيما، كسب 2-0 في مباراه الذهاب وخسر 1-0 في مباراه العوده. لكن كل الشكر للنجم محمد يوسف، وان شاء الله دايما نجم ويظل نجم واسهمه بتزيد يوم عن يوم داخل النادي الاهلي وداخل قلوب الاهلاويه او العاشقين للنادي الاهلي. كان لازم اشكرك يا كابتن محمد يوسف. سعد سمير بيعود للمران الجماعي بعد 3 اسابيع، ان شاء الله يرجع للمران الجماعي بعد 3 اسابيع، ده اللي قاله خالد محمود طبيب الفريق.
زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الإصابات عبارة عن تمزقات مش شد، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، مزق في العضلة الخلفية، مزق في العضلة الأمامية، مزق في العضلة الضمة، حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا. إصابة الأجاييه كانت برضو غريبة جدا، قطع في الرباط الداخلي ومش عارف غضروف فين والعظمة خرجت من حاجة بصراحة غريبة جدا. إن شاء الله كل لعيبة ترجع متخيلين شكل النادي الأهلي ولاعيبته الأساسية رجع متخيلين شكل النادي الأهلي ولاعيبته اللي هتيجي واللي جت. كان معايا محمد محمود امبارح، سمعت المداخلة بتاعته، لعيب شكله كده، شكله النادي الأهلي شكله عايز يعمل حاجة كبيرة جدا، إن شاء الله يعمل. كان كلامه امبارح بيطمننا او طمننا بالفعل احنا كجماهير اهلاويه. صالح جمعه اللي قدام حضراتكم مستنيين عودته بفارغ الصبر، صالح جمعه مع التزامه ده هتشوفوا لعيب جديد، يا رب بس يكمل كده، واعتقد ان هو اتعلم من الدرس اللي فات قوي، فان شاء الله يرجع صالح جمعه. متخيلين بقى صالح جمعه وناصر ماهر ومحمد محمود ومش عارف رمضان صبحي، ان شاء الله المفاوضات تكمل، والنجم اللي احنا مستنينه ايضا ان شاء الله برده في الطريق، ناس كتير قوي. هتلاقوا الاهلي مرعب، والاهلي مرعب لوحده بصراحه، لكن يعني بيزيد رعبا مع هؤلاء اللاعبين. الاهلي بيوضح حقيقه المفاوضات مع النجم رمضان صبحي. رمضان صبحي لسه في مفاوضات بينه وبين النادي الاهلي، هيجي مش هيجي، لكن في مواقع الكترونيه طلعت وقالت رمضان صبحي في الاهلي. انتوا عارفين طبعا بيتفضلوا ان هم بيقولوا اخبار لسه مش رسميه، اخبار رسميه تعرفوها من موقع النادي الاهلي أو من النادي الأهلي نفسه. هتلاقوا رمضان صبحي في الأهلي، لأ في تعثر في المفاوضات، هتلاقوا في نجم تاني داخل النادي الأهلي، كل حاجة إن شاء الله هتبقى في وقتها وهتبقى رسمية لما بنعلن عنها. خالد محمود قال إن وليد سليمان وكريم نيدفيد وأيمن أشرف هؤلاء الثلاثي أو الثلاثي النجوم لفريق النادي الأهلي لا يعانون من أي إصابات. الحمد لله يا دكتور، إحنا عايزين كل اللعيبة كده. ده كان خبر كريم نيدفيد خلاص وايمن اشرف تمام الحمد لله، كل اللعيبه يعني شبه يعني خلاص الاصابات تخلصوا منها. علي معلول خلاص، احمد فتحي خلاص، ما كانش ينفع ندفع بيهم في مباراه جيما اللي فاتت. قلت لكم محمد يوسف في الاستوديو التحليلي اللي كان قبل المباراه، قلت لكم محمد يوسف معاه بالفعل ثلاث تغييرات، كان معاه عاد اثنين حراس مرمى. كنت في اتصال مع النجم محمد يوسف قال لي دي ثاني مره في تاريخ النادي الاهلي قعد حارسين مرمى، وكان في عهده برده مع محمد يوسف حارسين مرمى لكن كان مدرب او مدرب عام. النادي الاهلي يوجه الشكر لوزاره الخارجيه وللسفير المصري في اثيوبيا. النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وجه خطاب شكر الى وزاره الخارجيه، يشيد به او يشيد فيه بالمجهود الكبير الذي قام به اسامه عبد الخالق السفير المصري في اثيوبيا. عارفين ان السفارات المصريه في اي مكان بيتواجد فيه اي فريق النادي الاهلي بيقوموا بواجبهم على اكمل ما يكون. أكيد النادي الأهلي أي حد يعني يتمنى إن هو يكون في ضيافته، أكيد السفارات المصرية في مختلف البلدان بتقوم بهذا الدور على أحسن ما يكون. كمان كان في خطاب مماثل للسفير نفسه أسامة عبد الخالق سفير مصر بأثيوبيا، أشاد النادي الأهلي فيه بالجهود الكبيرة منه ومن جانب كل طاقم السفارة المصرية في أثيوبيا. ثمن الأهلي في خطابيه المساعي والجهود التي بذلها الدبلوماسيون المصريين لدعم فرق الأهلي المختلفة خلال مشاركتها الخارجية في إطار الدور الكبير للخارجية المصرية في مساندتها المستمرة للبعثات الرياضية. ده كان نص خطاب النادي الأهلي أو جزء من نص هذا الخطاب. زي ما قلت لحضراتكم في البداية، بكرة إن شاء الله هيقام كالعادة ماراثون زايد الخيري بمدينة الإسماعيلية. معانا مجموعة تقارير، تعالوا نشوف أول تقرير مع الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. اسم الشيخ زايد اسم عزيز على على علينا كلنا، مش بس في الامارات، في الامارات وفي مصر. لما بيذكر اسمه حضراتكم يعني قلما وجدنا مؤتمر صحفي فيه هذا الاهتمام والمحبه من القلب والاعلاميين والصحافه بهذا الشكل. ان شاء الله ان شاء الله هنشوفكم في يوم الجمعه ان شاء الله ان شاء الله. اولادنا اللي بيجروا هو التسابق، مش التسابق للتسابق، مع ان في جوائز وفي جوائز ماليه
محترمه، واحنا وسعنا العدد لغايه 400 جايزه فلوس، لغايه 400 بياخد، عشان عامل المشاركه هو الاساس هو الاكثر. فكله خير وان شاء الله العوائد، يعني بنحس الشعب المصري على التبرع والتبرع والتبرع، لانه رايح لمكانه الطبيعي من البنك الى المؤسستين ان شاء الله رب العالمين، فربنا يكرم ان شاء الله. اخيرا يا دكتور، مع نوضح لمشاهدي قناه الاهلي دور وزاره الشباب والرياضه والاستعدادات اللي بتقوموا بيها لماراثون زايد الخير. احنا المنظمين. احنا المنظم، فالمنظم هو كل حاجه. فاحنا موجودين وخدنا ثقه يعني اللجنه العليا المنظمه، ان اول لاول مره ان هم يتركوا كل حاجه للوزاره ويسيبوا الوزاره تنظم كل حاجه، دي ثقه كبيره جدا، لان هم يعني دايما بيبقوا قلقانين خايفين لا يطلع، فان هم يعني يسيبوا وبالشكل ده بنشكرهم عليه جدا يعني. السنه دي النسخه الخامسه من ماراثون زايد الخيري بينفذ في محافظه الاسماعيليه يوم 28 ديسمبر الساعه 8 صباحا ان شاء الله، لمسافه 10 كيلو بالنسبه للاسوياء، 7 المعاقين بمسافه 2 كيلو، وجوائز السنه دي 1.5 مليون مقسمة على 400 متسابق من الأسوياء و400 متسابق من المعاقين. النسخة الخامسة طبعا لدولة الإمارات لأول مرة السنة دي، قالك من حق وزارة الشباب والرياضة تختار المكان وتحدد الزمان زي ما هي محتاجاه، ولأول مرة أن يتم فتح حساب بنكي في مصر لتلقي التبرعات من داخل مصر، كان عمره ما حصل قبل كده في النسخات اللي قبل كده، فده طبعا حاجة جديدة. وإحنا بنختم عام 2018 واحتفالا بماوية الشيخ زايد رحمة الله عليه. الإسماعيلية طبعا معظم الأحياء والأماكن مرتبط اسمها باسم المغفور له الشيخ زايد، قربها من القاهرة. الافتتاحات الرئيسية اللي هتتم خلال الأيام المقبلة من أنفاق ربط سينا بالقناة، فده من هذا المنطلق حرص مع الوزير أن يتم تنفيذ النسخة هذه الخامسة بمحافظة الإسماعيلية. من أول ما تولينا هذا المسؤولية مع الوزير وجب تشكيل لجنة عليا للماراثون زايد النسخة الخامسة، من خير التيشيرتات، من خير الملابس، ولأول مرة السنة دي هيتم التحكيم الإلكتروني، فيعني كل استعدادات محافظة الإسماعيلية بكامل كامل استعداداتها، وهيئة قناة السويس والرعاة بنشكرهم طبعا معانا، فده يعني استعداد قوي إن شاء الله. طبعا التسجيل كان على بوابة وزارة الشباب والرياضة، ومعانا الجهات الأمنية والجيش والشرطة وكامل الاستعداد عشان خاطر نأمن هذا السبق يعني، فإن شاء الله بخروج هيخرج إن شاء الله بشكل لائق، ونتمنى تكونوا موجودين معانا عشان تنقلوا هذا الحدث للمصريين كلهم يعني. بطولة كبيرة جدا وبطولة متعودين عليها كل سنة، الشيخ زايد اسم كبير في مصر ومعشوق للشعب المصري، الشيخ زايد رحمة الله عليه، كمان معشوق الإسماعيلية، في مدينة في الإسماعيلية أو مكان في الإسماعيلية اسمه الشيخ زايد، نظرا أو تكريما للشيخ زايد. تعالوا في نفس الإطار وفي نفس الموضوع، الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يتكلم برضو للنادي الأهلي عن هذا الماراثون، تعالوا نشوف قال إيه ونرجع لحضراتكم على طول. طبعا الموسم المره دي الماراثون حاسس من المؤتمر انه هيبقى مختلف، تنظيم واضح ان هو جيد جدا، مشاركه الناس فعاله جدا، تخيل وزاره الشباب والرياضه مع المجتمعات المدنيه مع الانديه الرياضيه زي النادي الاهلي بتشارك كل ده في عمل خيري باسم الشيخ زايد، وانت عارف مكانه الشيخ زايد ومكانه دوله الامارات في قلوبنا احنا كمصريين وفي قلوب النادي وكل الاهلاويه والنادي الاهلي، وحتى انا على المستوى الشخصي يعني ليه معزه خاصه الشيخ زايد في قلبي انا شخصيا، بما اني من مواليد دوله الامارات وحال دي حاجه بتشرفني بلدي تاني يعني، ف يعني عندنا يعني امل كبير جدا ان اليوم يطلع عظيم، ومن اللي احنا سمعناه طبعا هتبقى ان شاء الله اليوم عالمي،
هيسعد كل واحد يشارك في الماراثون ده من كل اختلاف الشرائح والطبقات اللي هتشارك، اذا كانوا ذوي احتياجات او اذا كانوا رياضيين او اذا كانوا منظمين او اذا كانوا اعلاميين، هتبقى حاجه تشرف باذن الله. والله احنا بنتكلم على النادي الاهلي ان هو مشارك ببعثه رسميه المره دي في الماراثون، وده كان حرص مجلس الاداره انه يشارك ببعثه رسميه. احنا عندنا بعثه ما يقرب من 100 فرد مشارك في البعثه، منها رياضيين من الفرق النشاط الرياضي، منها اعضاء من النادي، اعضاء جمعيه عموميه، وكمان ممثله من مجلس الاداره بما ان المجلس كلفني بالمشاركه. فاحنا يعني قررنا ان لازم النادي الاهلي يكون له تواجد في ماراثون زي ده، في حدث كبير زي ده لازم النادي الاهلي يكون له دور. فالحمد لله يعني اعتقد ان احنا تبقى الاضافه الكبيره هي مشاركه النادي الاهلي في الماراثون في نسخته الخامسه ان شاء الله. كانت مره في الاقصر ودلوقتي في الاسماعيليه. اللجنه المنظمه العليا للماراثون اكيد كان ليها عايزه تحط سبوت معين في اختيارها ده، لكن مش عارف بالظبط اشمعنا الاسماعيليه، ولكن احنا ايا مكان الماراثون هيكون فين احنا وراه باذن الله. احنا طالعين ببعثه رسميه بنوفرين فيها قيمه الاشتراك والانتقالات وكل حاجه هناك، بحيث ان احنا ما نتعبش الافراد بتوعنا او البعثه بتاعتنا اللي هتشارك هناك، لان العدد هيبقى ضخم جدا، ما يقرب من 13,000 مشارك في الماراثون، فده عدد ضخم جدا. فبالتالي عشان تبقى الامور اكثر تنظيما، فمفروض من على كل حد مسؤول عن مجموعه معينه انه يوفر لهم كل سبل الراحه. فاحنا بندعو طبعا بنوعد طبعا البعثه اللي مشاركه ان شاء الله ان هيبقوا كل سبل الراحه متوفره لهم باذن الله. النادي الاهلي دايما بيشارك في اي حدث سواء مصريا محليا او كمان افريقيا حتى عالميا. النادي الاهلي بيزود اي حدث بيكون فيه. دكتور مهند مجدي قال ان في ان شاء الله 5 صباحا هينطلق او هتنطلق بعثه النادي الاهلي للمشاركه في هذا الماراثون للاسماعيليه. 6 كيلو 10 كيلو تقريبا 10 كيلو ان شاء الله يكون ماراثون يشرف مدينه الاسماعيليه ويشرف كل منظمي هذا الماراثون. الموضوع ما كانش موضوع رياضي بس، كان فيه كمان مشاركات من اهل الفن. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. جايه النهارده عشان حاجه اسمها صعيد بلا سرطان. اهلنا في الصعيد يستحقوا ان تبنى لهم مستشفى يعالجوا فيها بالمجان، حتى لا يعني لا يضطروا او لا يكبدوا يعني عناء الطريق حوالي 700 كيلو علشان يجوا يتعالجوا هنا في القصر العيني. فده اللي انا بتمناه، وده اللي عشان كده انا جيت النهارده. دورنا ان احنا بندعمهم، اساسا جايين بيعملوا الماراثون ده وعاملين الحكاية كلها علشان صعيد بلا سرطان. ومش جديد على آل زايد ولا زايد الخير، لأن زايد قبل كده لهم إسهامات كتير جدا جدا في مصر، ومحبتهم لمصر تبدو واضحة في مدينة الشيخ زايد وفي طريق الشيخ زايد وفي مستشفى الشيخ زايد، والنهاردة كمان وحاجات كتير تانية الشيخ زايد عملها رحمة الله عليه. النهاردة في أيادي ممدودة بالخير للصعيد، صعيد بلا سرطان، وان شاء الله باذن الله بكره احلى. استقبلت هديه دوله الامارات اللي هي اصحاب الهمم او ذوي الهمم اللي انا لابساها في ايديا دلوقتي دي، ان انا كنت بتمنى، انا كنت شايفاهم هم اساسا مسميين اصحاب الاعاقه ذوي الهمم، فقعدت اتامل في الكلمه لقيتها انه فعلا الاعاقه هي التي تعوق الانسان عن الوصول لهدفه او للنجاح المنشود. فوجدت ان دولة الامارات كانت صاحبة المبادرة والابتكار في انها تجد منطوق يليق بهؤلاء الاطفال الابطال، لان منهم جدا منهم اللي جاب ذهبية وبرونزية فتمنيت هذا. ولكن الاتفاقية الدولية ما بين مصر وما بين امريكا والدول العظمى يعني وصاحبة او الاتفاقيات بتاعة المجتمعات المدنية والكده، هم المفروض انها يلتزموا بانها الاعاقة. انا بطالب كنت الرئيس ان يلحق كلمة ذوي الاعاقة او متحدي الاعاقة هي تبقى العنوان، لكن
بين قوسين أصحاب المهارات أو ذوي الهمم. يعني جميل لما يكون عندك حدث بمثل هذا الموضوع، حدث ماراثون في مدينة الإسماعيلية، مدينة الجمال المصرية، مدينة الإسماعيلية، ويكون مشارك فيها كل فئات المجتمع، رياضيين، فنانين، أكيد كمان في تقرير تاني هنعرضه على حضراتكم كمان، لكن إن شاء الله يكون ماراثون يليق باسم مدينة الإسماعيلية ويليق باسم وزارة الرياضة اللي اتكلم فيها الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة. بيقول إن هو أول مرة ينظمه حدث أو ينظمه هذا الحدث يكون تكليف رسمي، إن شاء الله يكون تكليف، وإن شاء الله نكون كمان ناجحين في تنظيم هذا الماراثون. زي ما قلت لحضراتكم إن الشيخ زايد، وسمعنا كلام كمان الدكتور مهند بيتكلم عن قيمة الشيخ زايد، قيمة كبيرة جدا لكل المصريين ومحبوب لكل المصريين، ودايما علاقاتنا بدولة الإمارات علاقات أخوة، بلدنا التاني فعلا وهم بيجوا بلدهم التاني. إن شاء الله دايما علاقات مصر بكل الأشقاء العرب تكون مميزة وتكون علاقات رفيعة المستوى. تعالوا نشوف كمان تقرير عن هذا الحدث الأستاذة أمل ميد رئيسة الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، والأستاذة رشا محمود مقرر لجنة الطفل بالنادي الأهلي، والأستاذة هدى عثمان عضو لجنة الطفل بالنادي الأهلي، والأستاذ محمود فؤاد مدير مستشفى شفاء الأورمان. تعالوا نشوف قالوا إيه في التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. الماراثون طبعا انا فخوره جدا ان احنا كمصر خير جزء من هذا الحدث، لانه الاول مره بيجتمعوا الاورمان ومؤسسه مصر الخير والهدف تقريبا واحد، هم المستشفى شفاء الاورمان واحنا عشان مستشفى الجزام ومرضى الجزام. مصر محتاجه كتير قوي، مصر ادت زمان كتير قوي وستيل بتدي كتير، فطبيعي جدا ان اخواتها الاشقاء زي دوله الامارات والسعوديه والبحرين وسلطنه عمان ان هم يقفوا جنبها لما احنا يعني بيتعثر بينا الامر، زي يعني ان شاء الله يعني مع فخامه الرئيس وبشعب مصر وباهل مصر وباللي احنا بنعمله ان شاء الله البلد تقوم وتبقى يعني زي ما دايما هي مصر. مصر دي يعني لو تسالوا التاريخ يقول مين هي مصر. فالماراثون طبعا زي ما معالي الوزير قال ليه سياسة، دي رياضة، صحة، خير، في عام زايد الخير، والشيخ زايد طبعا له يعني الكثير في قلوب المصريين. الشيخ زايد له كده عند كل واحد فينا، يمكن أغلب محافظات مصر هتلاقي فيها مدينة اسمها مدينة الشيخ زايد، لأن هو ليه أيادي بيضاء كتيرة على مصر منذ القدم يعني. فالعلاقة ما بين الإمارات ومصر هي علاقة يعني ممتدة. فالماراثون ده يعني مش عايز أقول بيتوج، لأن التتويج ليه حاجات تانية كتير، بس هو خطوة في طريق الصلة ما بيننا وما بين دولة الإمارات، لأن احنا في الآخر شعب واحد، بتربطنا هوية إسلامية، بتربطنا لغة عربية، بتربطنا جذور تاريخية. فالماراثون بكرة كمان معمول في إسماعيلية، أنا فخورة جدا معمول في بلدي إسماعيلية، بلد جميلة قوي، ومبسوطة بحتة إن هو بيتنقل من القاهرة للأقصر لإسماعيلية، يمكن السنة الجاية يبقى في اسكندرية. مهم قوي إنك توري مصر للعالم. النهاردة يوم جميل جدا، والماراثون ده بيتعمل في ابو ظبي واتعمل في نيويورك، واحنا معانا دلوقتي في مصر. وانا عايزه اقول ان العلاقات بين مصر والامارات دي علاقات كبيره جدا، والماراثون ده كل الدخل ليه داخل للخير وداخل لمرضى الجزام. وانا بدعو كل الناس ان هم يجوا يشاركوا معانا في ماراثون زايد، وبتمنى الفوز لكل الناس ويكون يوم جميل ان شاء الله. وانا طبعا بشكر النادي الاهلي ان هو هيشارك في اليوم ده، والنادي الاهلي دايما سباق ودايما بيشارك في كل حاجه تخص الخير وتخص الرياضه في مصر. احنا مشاركين في الحدث دوت كاعضاء النادي الاهلي، واحنا كده كده الاحداث اللي كلها بتخص الرياضه والخير
اعضاء النادي الاهلي بيبقوا اول اعضاء فيها ان شاء الله. النسخه الخامسه ان شاء الله هتبقى اقوى من اي نسخه ثانيه عشان هنتفادى اي اخطاء حصلت قبل كده، ودكتور امل هي الاورجنايزر الايفنت ان شاء الله. الايفنت ان شاء الله هيبقى بشكل قوي واقوى من اي سنه فاتت، لان دكتور امل حضرتك معروفه يعني اورجنايزر مهمه جدا. والاهلي طبعا بيبقى موجود في اي ايفنت خاص بالرياضه بمصر طبعا، لان اصلا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لسه كان بيتكلم على فكره الرياضه وان الرياضه مهمه جدا. النسخه الخامسه من ماراثون زايد السنه دي بتتعمل في مدينه الاسماعيليه لصالح مستشفى شفاء الاورمان. السنه اللي فاتت كانت النسخه الرابعه لصالح مستشفى شفاء الاورمان. عملنا الماراثون في الاقصر، كان ماراثون هايل جدا جدا جدا. ومن خلال قناه الاهلي المحترمه انا بوجه الشكر لاهلي الامارات ان هم بيعملوا ماراثون كل سنه في مصر لصالح جهه خيريه. اتعمل السنه اللي فاتت شفا الاورمان، والسنه دي هتعمل شفا الاورمان. هتسالني ليه ما عملتوش في الاقصر زي السنه اللي فاتت؟ انا سالت السؤال ده لوزير الشباب، بقول له ليه ما رحناش الاقصر؟ قال لي يا محمود احنا عايزين نروح اسماعيليه عشان نرسل رساله لكل العالم ان احنا رايحين نعمل ماراثون في عروس محافظات القناه وهي محافظه الاسماعيليه، ان مصر امنه، ونظم ماراثون فيه حوالي 10 او 15 متسابق بلوجيستيك كتيره جدا، ونرسل رساله لكل العالم ان مصر امنه وتعالوا شاركوا معانا في ماراثون زايد لصالح شفا الاورمان. يعني تقارير كتير حضراتكم بتشوفوها وبتتابعوها عشان ماراثون الشيخ زايد الخيري اللي هيقام بكره في مدينه الاسماعيليه ان شاء الله، اكيد تغطيه مميزه من فريق العمل بشكركم عليها. ان شاء الله يكون كمان زي ما بقول وبكرر ان شاء الله يكون تمثيل مشرف لبعثه النادي الاهلي اللي هتطير بكره ان شاء الله لمدينه الاسماعيليه الساعه 5 صباحا. هيروح اسماعيليه هيكون 10 كيلو دي مسافه الماراثون. دايما النادي الاهلي سباق يا جماعه، لازم يكون لنا اي دور في السباق دول ان شاء الله، لازم يكون كمان في رجاله من النادي الاهلي يكونوا في المراكز الاولى زي ما احنا متعودين دايما، حتى الماراثون ما فيش اي حاجه لازم النادي الاهلي يكون فيها في الاوائل ان شاء الله، دايما على طول كده الاهلي دايما في الاوائل. تقارير كتيره جدا لسه كمان هنشوف فضيله الشيخ علي جمعه مفتي الجمهوريه السابق هنشوفه بعد قليل، لكن دلوقتي هنروح نشوف تقرير مع الفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لهذا الماراثون الكبير في مدينة الإسماعيلية. برأيي أنا أقول ممتاز، بس أنا المفروض تأخذون الشارع الإخوان اللي هم يعملون، أنا أعتقد جيد، وأنا أتمنى لنادي الأهلي ولحد الأهلي كل التوفيق وأشكركم. تجهيز طبعا كان بالتنسيق مع الإخوان اللي هم الفضل، وهم جهزوا كل حاجة وزارة الشباب والرياضة في هنا عندنا في مصر. طبعا كل سنة بيكون في جديد في 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 الاعداد اللي تجي، في التنظيم، في الجوائز. اتمنى التوفيق لكل الناس، وانت صادق اللي سجلوا الان فوق 20,000 30,000، لكن هم في تنظيم، بس السنه هذه بيكون مميز. ليش؟ لانه عام زايد المئوي، عام زايد اللي اسس دوله الامارات رئيسنا، واحنا بنحتفل احتفالين بالماراثون وبعام زايد، واحنا سعيدين جدا يشاركونا اخواننا المصريين في احتفاليتنا الكبرى اللي هي بمئوية مؤسس دولة الامارات العربية المتحدة. كلها رياضة، بيجرون اذا تجري تعال 10 كيلو وعقب 10 كيلو خلاص. الجوائز 1.5 مليون جنيه. تبرعات طبعا هذه التبرعات تبعرت من المؤسسات واصحاب الخير. فعلا هذا السؤال جيد،
لكن في حساب موضوع للناس اللي هم لهم التبرعات. اللجنة ما لها تخويل أنها تسحب من التبرعات، التبرعات هي تروح مباشرة لتتبرع لهم. مصر يعني مو احنا مو جايين بلد غريب، هاي بلد مصر بلدنا، واحنا نحس كأننا بالإمارات. احتفال مميز على حد تعبير الفريق الركن محمد هلال الكعبي، سنة مش عادية، هي سنة زايد، زايد الإمارات، زايد مؤسس دولة الإمارات، مئوية زايد على حد تعبير الفريق الركن محمد هلال الكعبي. أكيد احنا قلنا وبنقول علاقات الشعب المصري بالشعب الإماراتي علاقة مميزة جدا، إن شاء الله تفضل كده مع كل الشعوب العربية. أعتقد النجم رمضان صبحي خلاص قارب على الانضمام للنادي الاهلي ان شاء الله، بعد قليل هنقول لكم صحه هذا الخبر. متعودين نقول لكم الاخبار الرسميه ورسميه جدا كمان، لكن خلاص الموضوع رتوش، بس في صفقه رمضان صبحي، صفقات من العيار الثقيل، بيرجع رمضان صبحي ان شاء الله اذا رجع لبيته النادي الاهلي عشان يستفيق ويستعيد تاني رمضان صبحي اللي افتقده شويه في الاحتراف الخارجي. زي ما قلت لحضراتكم تقرير هنشوفه دلوقتي مع فضيلة الشيخ المفتي أو مفتي الجمهورية السابق الشيخ علي جمعة، وبعد هذا التقرير نستقبل نجمنا كابتن أحمد أبو مسلم نجم مصر ونجم الأهلي السابق. مؤسسة مصر الخير بتوجه نصيبها إلى عمارة الجزام في الخنجة، وهي معروفة ومشهورة احتياجها التام لهذا الأمر، وكذلك جمعية الأرمان بتوجه نصيبها إلى استكمال مستشفى السرطان اللي بدأ بالفعل في الصعيد واللي بيحل مشاكل كثير لأهل الصعيد، وفي النهاية مقصدنا هو عمارة الأرض وتنمية الإنسان. في هذه الفعالية بيتأكد مدى العلاقة القوية ما بين الشعب الإماراتي والشعب المصري، بيتأكد مدى حب الناس في جميع العالم لزايد الخير، بيتأكد هذا النموذج المتكرر، لأن هذه السنة الخامسة لوجود الماراثون في مصر، بيتأكد هذا التعاون ما بين المؤسسات والجمعيات المختلفة للمجتمع المدني من ناحية، وبين الحكومة متمثلة في وزارة الشباب من ناحية تانية، وبين الإعلام اللي بيوصل هذه الرسالة إلى سائر الناس، وبدون الإعلام لن نستطيع أن نذهب أو نجيء في وصول هذه الرسالة. بيطلع بصورة مشرفة أو بصورة بتراعي تملي عمارة الدنيا ونفع البلاد والعباد. بيتأكد أيضا حتى قطاع الأعمال والقطاع الخاص كما يقولون، سواء كانوا شركات وبنوك وكذا، أو سواء كانوا أفراد طبيعيين، كل ده بيتعاون في النهاية من أجل نفع الناس. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. زايد في حياتي سمي بحكيم العرب، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا الخير موجود في الحكمة، والخير موجود في الفعالية، والخير موجود في التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والخير موجود في الحب، والخير موجود في الحركة التي فيها بركة، والخير موجود في هذه المعاني كلها اللي بيلخصها كلمة ماراثون زايد الخير في هذا العام، والذي سيكون إن شاء الله كل عام وله تخصيص معين يذهب إليه.
بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة ان كان مجلس إدارة نادي الأهلي مجتمع وانتهى هذا الاجتماع. هنشوف ابرز قرارات مجلس الإدارة مع الزميل الإعلامي المتحدث الرسمي النادي الأهلي الأستاذ شريف فؤاد، هيكون مع حضراتكم حالا. اتفضل. كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي والموقع الرسمي للنادي الأهلي، عقب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم بالمقر بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. الحقيقة أنه الاجتماع هو جلسة ممتدة زي ما تابعتونا في الجلسات الماضية، وخصص بالأساس لمتابعة شؤون النادي، وكان هناك الحقيقة اهتمام بموضوع الإدارات المختلفة والتجديد للمديرين في النادي ومديري الإدارات المختلفة. وستبقى الجلسة أيضا مفتوحة لاستكمال جدول الأعمال، لأنه الحقيقة المجلس لم يتمكن من انتهاء العمل بسبب الحرص على التواجد والمشاركة في تكريم النشاط الرياضي وفريق كرة السلة، الفريق الأول لكرة السلة وفريق المرتبط الفائز بالدوري العام. خلينا نقول لحضراتكم أنه هذه الجلسة شهدت قرار مجلس الإدارة بالتجديد للمدير التنفيذي العميد محمد مرجان لمدة سنة، بعد الحقيقة أن حاز على تقدير جموع أعضاء النادي وأداؤه اللي كان بيتميز بالديناميكية والحرص على خدمة الأعضاء والفهم لمقدرات ومقومات هذا المركز. الحقيقة أنه مجلس الإدارة قرر التجديد للمدير التنفيذي في منصبه لمدة عام. أيضا كان هناك قرار من مجلس الإدارة بالتجديد لمدير الفروع المختلفة الكابتن خالد مرسي في المقر الرئيسي بالجزيرة، وأيضا كانت هناك إشادة كبيرة بأدائه، بالإضافة إلى اللواء حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر وارتباط الأعضاء به والعمل الحقيقة الدؤوب اللي بيقوم به في مدينة نصر. وتم التجديد أيضا للواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد اللي بيؤدي أداء خلال العام الماضي نال تقدير مجلس الإدارة وأيضا الأعضاء. ده بالنسبة لمديري الفروع. بالنسبة للنواب تم التجديد للمقدم أحمد إيهاب النحاس لفترة أخرى في منصب نائب مدير فرع مدينة نصر، نائب مدير فرع مدينة نصر. والحقيقة أنه سيتم فصل مجمع حماد السباحة عن إشراف المقدم أحمد ليتفرغ للعمل الإداري بجوار اللي هو حسن مسعود، نظرا لأنه مدينة نصر هو الفرع الأكبر واللي بيرتاده عدد كبير من الأعضاء ومساحته طبعا شاسعة وبيحتاج إلى جهد. فسيكون فقط المقدم أحمد نائبا لمدير الفرع، وسيتم تكليف يعني زميل أو شخص آخر بمجمع حمامات السباحة. أيضا تم التجديد لنائب مدير فرع الجزيرة اللي بيشغل في نفس الوقت منصب مدير الأمن، وهو العميد علاء صلاح. الرجل أيضا بيتمتع بكفاءة كبيرة وفي حالة رضا عن أدائه، وهو بيشغل نائب مدير المقر بالإضافة إلى كونه مدير إدارة الأمن في النادي الأهلي بالجزيرة. تم التجديد أيضا للزميل الأستاذ محمد سعيد في الشيخ زايد، وهو نائبا لمدير فرع الشيخ زايد ومدير لمجمع حمامات السباحة. يبقى الأستاذ محمد سعيد عبد الله بقي في منصبه نائب مدير فرع الشيخ زايد ومدير مجمع حمامات السباحة. ده بالنسبة للإدارة التنفيذية العليا، بدءا من المدير التنفيذي مرورا بمديرين الفروع ونوابهم. يعني مستشارين مجلس الإدارة تم التجديد ليهم، سواء المهندس عادل القاي طبعا أو مهندس سامح كامل وغيرهم، يعني معظم المستشارين تم التجديد ليهم. وتقرر أيضا توجيه الشكر لبعض الزملاء اللي انتهت الحقيقة مدتهم أو قدموا عطاء كبير للنادي خلال هذه الفترة، منهم الأستاذ محمود خليل مدير إدارة الصيانة بالجزيرة تم توجيه الشكر ليه. تم توجيه الشكر أيضا لمدير مجمع حمامات السباحة بالجزيرة الزميل ياسر الرزاز، تم توجيه الشكر ليه. أيضا تم توجيه الشكر للأستاذ مجدي سليم مدير إدارة الخدمات في مدينة نصر، لأنه يعني تقريبا كان في استقالة. أيضا تم توجيه الشكر للأستاذ نوبي محمد أبو زيد رفاعي مدير إدارة الخدمات في الشيخ زايد، وفي الشيخ زايد أيضا تم توجيه الشكر للزميل وليد أمين عباس مدير الجيم، وتم توجيه الشكر أيضا لمدير أمن الشيخ زايد اللواء عماد فوزي حنا. الحقيقة دي كانت يعني أبرز القرارات اللي اتخذها مجلس الإدارة في اجتماعه
السريع، يعني هو استمر 4 ساعات، وده بالنسبه لنا في النادي الاهلي بنعتبره اجتماع سريع وقصير، نظرا لانه المجلس مرتبط زي ما قلت لحضراتكم بتكريم فريق السله، والمجلس حريص بكامل تشكيله بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي حرص الحقيقه على تهنئه النشاط الرياضي وتهنئه الفريق الاول لكره السله بعد ادائهم المشرف، سواء الفريق الاول او فريق المرتبط وحتى فريق السيدات اللي ماشي كويس قوي، ولذلك انتهى اجتماع مجلس الاداره وانضم الجميع الى تكريم فريق كره السله. بشكر حضراتكم، ان شاء الله نلتقي دائما في مناسبات سعيده تخص النادي الاهلي. شكرا لكم. شكرا جدا للزميل الاعلامي المتميز دائما استاذ شريف فؤاد على هذه التغطيه والقرارات اللي صدرت منذ قليل من مجلس اداره النادي الاهلي. لسه الاجتماع على حد قول الاستاذ شريف فؤاد لسه الاجتماع مستمر. اقول لكم ابرز القرارات: التجديد المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان لمده عام، اعتقد ان هو يستحق. احنا دايما بنقول عليه دينامو النادي الاهلي، واعتقد ان هو يستحق التجديد لأعوام وليس لعام واحد كمان. أيضا الأستاذ خالد مرسي من المقر الرئيسي للجزيرة، اللواء حسن مسعود فرع مدينة نصر، محمود الفيشاوي فرع الشيخ زايد، والمقدم أحمد إيهاب النحاس نائب فرع مدينة نصر ونائب مدير فرع الجزيرة العميد عماد صلاح، والأستاذ محمد سعيد نائب لفرع الشيخ زايد. دول اللي تم التجديد ليهم. أعتقد كل من تم التجديد ليه يستحق هذا التجديد، كله بيشتغل على قدم وساق من اجل المصلحه العامه للنادي الاهلي. ارحب بالمتميز دائما والزميل العزيز النجم احمد ابو مسلم، منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا ميدو. ان انا في قلبي عايز اقول بس يعني مضطر بقى. عامل ايه؟ وحشني حبيبي. والله الحمد لله كله كويس. في ناس قاعده متربصه بيك دلوقتي يعني. لا عارف كتير طبعاً. كتير طبعا. عشان اقول اسماء، عشان اقول اسماء. خليها في الاخر. عايز ابارك لك الاول على منصبك الجديد. يا ريت تعرف الساده المشاهدين الاهلاويه احمد مسلم دلوقتي فين. لا وانا الحمد لله كنت موجود بقالي 3 سنين في نادي وادي دجله. موجود في كنت ماسك مدير فرع اللي هو الاكاديميه في اكتوبر، بعد كده رحت شيراتون، ودلوقتي ماسك في القطاع، دخلت في القطاع من 2006 اللي هو السنه دي اول موسم ليا في قطاع الناشئين. والحمد لله لسه من اسبوعين بالظبط 3 اسابيع مسكت منتخب القاهره مواليد برضك 2006 اللي هو ان شاء الله اللي فيه تصفيات ليا ان شاء الله نطلع اليابان ان شاء الله في البطوله اللي بتلعب كل سنه تبع منتخب القاهره. طلعت القاهره السنه دي تبقى 2005 اللي هي اللي رايحين اليابان احنا السنه الجايه ان شاء الله. مسكت مدرب ولا مدرب عام؟ مدرب مع كابتن طارق. طارق كابتن طارق عبد الرحمن في نادي ام بي وانا ماسك، وحتى المنتخب بعدين 2007 برضك شريف عبد الفضيل برضك ماسك فيه برضك نفس الموضوع. شريف كان في شريف برضك في النادي الاهلي وماسك برضك المنتخب اللي تحتينا. تمام جميل جدا. بقى لكم في فتره اسبوعين بتقول؟ بقى لنا 3 اسابيع بالظبط. 3 اسابيع. انت عندكم تصفيات، عندكم بطوله؟ عندنا عندنا بطوله بس لسه في بطولات وديه يعني الفتره اللي جايه. طبعا انا بنتهز الفرصه طبعا يا ميدو، بشكر مجلس إدارة منطقة القاهرة طبعا بكابتن حمادة الشربيني وكابتن محمد حشيش والكابتن تامر، كل مجلس إدارة صراحة الناس كلها شغالة عايزين تعمل حاجة كويسة في الفترة اللي جاية، وعاملين بلان طويل جدا للمنتخبات. زي ما احنا كنا بنلعب زمان كان عندك مثلا منتخب القاهرة، منتخب الجيزة، منتخب القناة وبحري، زي ما احنا كنا بنلعب زمان. فهم عاملين بلان الفترة اللي جاية كبيرة للمواليد 2005 و2006 كل مدى يعني البطولات المجمعة اللي جاية يعني. أهم حاجة البلان دي يا أبو سلمى. دي اللي ناقصة مصر كلها، اللي هو محضر مثلا سنة أو سنتين لقدام يبقى عندك احتكاكات كويسة. وده اللي كان فرق ميدو، زي ما احنا قلنا كنا أيامنا وكنا بنلعب منتخب الشباب، ما كنا مع كابتن شوقي غريب ما خدنا تالت العالم، اللي هو الراجل كان عامل سنتين اعداد، فاحنا كنا لعبنا المطوشه كتير جدا ولعبنا بطولات كتير جدا، فكان عندنا الاحتكاك والمستوى الدولي، فعشان كده جبنا تالت العالم بحاجه زي كده. فعلا التخطيط كابتن شوقي برضو من النوعيات اللي بتخطط لقدام. دلوقتي مع المنتخب الاولمبي كنت معاه على التليفون، او كان معاه التليفون وبرضو بساله عن المنتخب الاولمبي، قال لي انا مخطط لكذا وكذا وكذا وكذا، ودي حاجه جميله جدا. كمان كنت معايا المهندس محمد عادل مشرف العام على فريق كوره في نادي المقاولين، بيتكلم برضو على التخطيط للناشئين، عنده اهتمامات كبيره جدا بالناشئين الفتره اللي جايه. شايف قطاعات الناشئين رايحه فين يا ابو مسلم؟ ما انا بقول لك دي طبعا دي ميزه لما يكون المدير الفني عنده بلان وعنده خطه عمل مثلا سنتين ثلاثه دول هقدر احتك بكذا واخش في كذا. استاذنك عشان الموضوع ده مهم جدا، بس ارحب بسياده العميد محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي. الف مبروك، وتستحق 100 سنه مش سنه واحده كمان يا سياده العميد.
ربنا يخليك يا تلميذ وما تحرمش منك والله، ربنا يخليك يا فندم. يعني عايز اعرف طبعا انطباعك، انا عارف ان حضرتك قد ايه مخلص النادي الاهلي وقد ايه بتشتغل، ودايما بقول عليك دينامو النادي الاهلي، ودي حقيقه يعني مش عايز اقول لك كده وحضرتك معايا، لكن بتكلم كده وكل الناس بصراحه اللي عارفه محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي بيشتغل ازاي وبيشتغل قد ايه بقلبه. عايز اعرف انطباعك عن التجديد من قبل مجلس الاداره. لا طبعا الحمد لله رب العالمين، انا يعني بوجه شكر خاص لمجلس الاداره. السنه اللي فاتت كانت سنه صعبه جدا، وبشكرهم على ثقتهم وتجديد الثقه يعني الحمد لله رب العالمين فيا وفي زمايلي وفريق العمل اللي بتشتغل. يمكن كلنا عارفين السنه اللي فاتت احنا تعبنا فيها قد ايه، واتمنى ان شاء الله باذن الله 2019 نكون على قد يعني المسؤوليه وقد المسؤوليه اللي مجلس الاداره وضعها فينا تاني. انا وبرضه هرجع اقول تاني وزمايلي، لان دول المجموعه اللي بتشتغل، انا يعني ما اقدر اشتغل لوحدي، الحمد لله في تيم ورك كويس محترم على مستوى ثلاث فروع، استاذي ودايما انا بقول هو فعلا استاذي والاخ الاكبر سيرتيو حسن مسعود في مدينه نصر، وسيرتيو الوالد الشيخ الشيخ زايد، واخويا خالد مرسي في الجزيره، تيم وفريق عمل بيشتغل الحمد لله رب العالمين. ويمكن يعني النهارده دي شهاده اعتزاز وتقدير من مجلس اداره، قدر المجهود اللي حصل السنه اللي فاتت كله، ونتمنى ان احنا نكون عند ثقه مجلس اداره وثقه الجماعه العموميه وثقه جمهور النادي الاهلي باذن الله في 2019 ان شاء الله باذن الله. اكيد يا كابتن، يعني حضرتك اشتغلت في، مش بترفض انت الشغل في ظروف صعبه والكلام ده كله، لازم اقول طبعا قدام الناس ولازم اعرف ناس والناس عارفه قد ايه اشتغلت والفتره اللي فاتت تحت ضغط كبير جدا وتحديات كبيره جدا، لكن الحمد لله النادي الاهلي دايما بيخرج على ايدين ولاده ومحبين مخلصين جدا، بيخرج من اي حاجه الحمد لله، كانت ضغوطات وعدينا منها، اعتقد هيبقى في اريحيه الفتره اللي جايه يا سياده العميد. نتمنى ان شاء الله من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن انا هقول لك يعني الحمد لله رب العالمين، احنا متعودين نشتغل كده، اللي بيحب النادي الاهلي بيشتغل في النادي الاهلي تحت اي ظروف، اللي بيحب النادي الاهلي بيخدم النادي الاهلي في اي مكان، احنا متربيين في النادي الاهلي، اتجوزنا من النادي الاهلي، ولادنا في النادي الاهلي عايشين جواه، فالحمد لله رب العالمين. يمكن الظروف اللي حصلت ممكن نقول ربنا سبحانه وتعالى يعني اختارنا او بالمجموعه اللي موجوده عشان خاطر ده الوقت المناسب اللي هي المجموعه دي ده فعلا هتقف مع النادي الاهلي في الوقت دوت. انا اعمل حاجه اللي احنا قدرنا نقف وقدرنا نصمد الفتره اللي فاتت الحمد لله، واتمنى الفتره اللي جايه زي ما انت بتقول كده تبقى افضل ان شاء الله، تبقى 2019 على النادي الاهلي وعلى جمهوره وجمعيته العموميه ومجلس ادارته. يعني ما حدش يتصور المجهود اللي بيحصل قد ايه، وما حدش يتصور النوايا الخالصه برضه اللي بتشتغل في المكان من بحب واخلاص، من اصغر عامل لاكبر واحد على راس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، انت بتتعلم منه، خلي بالك كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي كابتن صلاح سليم، الرموز دي انت بتتعلم منها، احنا كنا بنسمع الكلام ده واحنا صغيرين وعشناه بقى دلوقتي واحنا كبار، انت بتتعلم ازاي تحب النادي الاهلي من الرموز اللي موجوده، ازاي تحب النادي الاهلي من رئيس النادي الاهلي، ازاي يبقى تعبان وخارج من العمليه بيسالك عن النادي الاهلي، ازاي انت النهارده اولوياته ما بيحبش يرد على مهاترات بتحصل كتير، اهم حاجه عنده بالنسبه للنادي الاهلي، هو ده يمكن اللي خلى النادي الاهلي عدى الفتره اللي فاتت بكل المهاترات اللي كانت بتحصل بسلام الحمد لله. واتمنى بقى ان شاء الله باذن الله في 2019 ان شاء الله باذن الله بالفريق العمل اللي مجلس الاداره يعني وضع ثقته فيه، اتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تبقى باذن الله خير على النادي الاهلي وكلها انتصارات وبطولات باذن الله. اكيد ان شاء الله يا سياده العميد، وحضرتك بتتكلم في تعب ومجهود بوزل خلال الفترة الماضية، وربنا كان بيكلل تعبكم دايما بالخير، ودايما الحاجات بتظهر للناس، ودايما الناس بيقولوا لا بصراحة كان عندهم حق رغم الضغوطات الكبيرة جدا، وبأكد عليها مع حضرتك. الحمد لله رب العالمين، أنا بقول لك إحنا لسه مخلصين مجلس إدارة دلوقتي، أنا سايب مجلس الإدارة بيكرم فريق باسكت مرتبط رجال وسيدات، فريق تنس الطاولة رجال وسيدات اللي حصلوا على الكرة العربية، فهو ده النادي الاهلي وهو ده ولاد النادي الاهلي، فربنا يكرم يعني. انا بقول اكتر من دعواتكم، وطول ما انتم جنبنا وطول ما النادي الاهلي جنبنا وعامل النادي الاهلي موجود وبيظهر الحقيقه دايما للناس، دايما احنا بنقول يعني المنبر الاعلامي الحقيقي الصادق هو المركز الاعلامي النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي، فربنا يكرمنا ادعوا لنا ودعواتكم ونكون قد الثقه دي وقد ثقه الجماعه العموميه، ربنا يكرم، لان المفروض السنه دي برضه نقدم جديد غير السنه اللي فاتت، اعضاء الجماعه العموميه متهيألي اتعودوا على حاجات الحمد لله رب العالمين، السنه اللي فاتت كان في مجهود مبذول، مطلوب مني ومن زمايلي الفتره اللي جايه اللي هم يقدموا جديد برضه ان شاء الله، وربنا يسهل باذن الله. قد الثقه دايما يا سياده العميد، ومن نجاح لنجاح، ودايما كده محب ومخلص نادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يرجع اهلي قوي جدا 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 اكتر من الاول كمان على ايديكم، شكرا جدا لحضرتك وكل التوفيق ليك في الفتره اللي جايه ان شاء الله. سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي كان معانا على الهاتف، بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك للمره المليون.
بتاعتك انا كان ست العميد وقرات ايجابيه ومسلمة نتكلم عليها بس بعد ما تكمل الكلام لو انت فاكر يعني الكلام انا عارف انت ما بتنساش حاجه لا لا خالص انت كنت بتتكلم بنتكلم على البلان وبنتكلم على طريقه الشغل بتاعتك اللي انت اهميه طريقه الشغل كنا بنتكلم ازاي محمد عادل كان معايا وكان عامل بلان كبيره جدا لناشئين قطاع او قطاع ناشئين مقاولين وبقول لك انت شايف قطاعات الناشئين راح لفين في الوقت الحالي والله انا شايف في ناس شغاله بشغل كويس وعاملين طريقه شغل كويس يعني مثلا اقول لك مثال مثلا يعني شايف الانديه اللي شغاله كويس جدا مثلا عندنا وادي دجله شغال بشغل كويس والدليل على كده اللي انت بقالك سنتين ثلاثه عندك اكتفاء ذاتي من اللعيبه الموجوده عندك وبتبيع دلوقتي بتفرغ يعني مثلا نتكلم عن النادي الاهلي مثلا محمد محمود ده نموذج موجود مرعي بيتكلم نفس الكلام عندك محمد هلال عندك ست سبع لعيبه دول كلهم من القوام الاساسي من الفرقه موجودين من قطاع الناشئين بتاع النادي عندك اطار الناحيه الثانيه برضك لو جينا نتكلم عن انبي برضك نفس الكلام مدعم كتير بالشكل ده ماشيين بالساسه دي والناشئين بتاعتهم في مستوى كويس جدا بالذات في سن المرحله اللي احنا ماسكين فيها عندك مواليد العرب نفس الكلام زي ما انت بتقول باشمهندس ده حسب لازم يكون في تفاهم وتجانس ما بين المدير الفني للفريق الاول والناس القطاع اللي تحت كله يعني احنا مثلا عندنا في دجله احنا شغالين نفس الشغل بتاع جونياس اللي هو الراجل المدير الفني بتاع الفريق الاول جميل قوي اللي احنا مهندس ماجد سامي السيستم قال لنا قعد معانا اول الموسم اولا احنا عايزين نفس الشغل بتاع الفريق الاول نبتدي مع الشغل الله الحمد لله انا عشت عشان اسمع الجمله دي والله ما ده كان المفروض ده يحصل يعني زمان يعني من اجمل لحظات حياتي والله يا مسلم نفسي كان في مصر ان احنا نشتغل على دماغ المدير الفني الفريق الاول لكن يكون ليه دماغ يكون ليه شكل يكون ليه اسلوب ويكون ليه فكر ما ده كله زي ما انت شايف ده ثقه من مجلس اداره مثلا مهندس ماجد سامي عنده ثقه كبيره جدا مع الراجل فتعامل معاه فعشان كده الدنيا كان في عز فينا اهتزاز في نتائج الدنيا هو راجل قال لك اتكلم بعد كده قمه الاحترافيه بيعملها ماجد سامي الثقه فعشان كده راجل كمل وشايفين امبارح اداء كويس كل نتائج كويسه حتى لو بيتغلب في ماتشات لا احنا بنثني عليه على طول هنا في مصر احنا بنتكلم دي ثقه موجوده فده المدير الفني لما يقعد مثلا كنت بره انا في فرنسا المدير الفني والسكن تيم التحتيه الفرقه التحتيه لازم يقول لك مثلا احنا عايزين نلعب نفس الطريقه تلعب 4 3 2 1 نفس الخطه بتاعتي لازم تبقى على عشان لما تطلع الناشئ يطلع يلعب فوق ما يستغربش طب نفس البوزيشن بتاعه هل هي ابو سلم لان بنتكلم في حاجات جميله جدا ومهمه جدا بالنسبه لي على الاقل هل هي سياسه مدير فني ولا سياسه نادي عايز شكله يبقى كده زي برشلونه مثلا برشلونه عامل سياسه للنادي شكل فني للنادي المدير الفني اللي بيجي بيكون شكله شكل برشلونه خطته خطه برشلونه هي دي حاجه من الاثنين ليه عامل الاثنين المدير الفني وقطاع ناشئين قطاع ناشئين مثلا انا بوفر المرحله دي لمده سنتين ثلاثه الشغل بتاعي 1 2 3 4 تمام بيقعد مع المدير الفني انت مثلا طريقه اللعب بتاعتك هتبقى ايه مثلا 4 3 2 1 بنلعب كده فلازم الاول لازم تلعب القطاع كله ناشئين من اول فوق لحد تحت يلعب بنفس الطريقه دي فدي لازم يكون في تفاهم عشان كده لازم بقول لك زي المدير الفني للفريق الاول ومدير الفني للقطاع الناشئين لازم بيكون ليهم وجهه نظر في الموضوع لازم يتكلموا مع بعض تمام هنطير بسرعه للنادي الاهلي نشوف كلمه الكابتن الكبير اسطوره النادي الاهلي محمود الخطيب لفريق كره السله ده شيء اعتقد كل شبابنا الصغير اللي اتفرجوا عليكم كلهم شافوا 16 سنه بيعمل ايه شافوا الكبار بيعملوا ايه شافوا بناتهم بيعملوا ايه اكيد ولد جواهم يعني ايه نادي اهلي يعني ايه فانيلا حمرا يعني ايه الروح اللعب روح فانيلا حمرا هو ده اللي دي رسالتكم لازم تحافظوا عليها ولازم تستمروا فيها علشان هو ده اساس النادي الاهلي ولكن خلاص احنا قلنا نلتقي النهارده عشان نشكركم على روحكم نشكركم على ادائكم نشكركم على تعاون الاسره اللي انا شايفها ديت حتى في الملعب في باسكت اتحط بيسموه ايه بقى اللي هو الدانك ده لقيت الاحتياطي كله تحت الباسكت دي حسيت ان الناس كلها قلب واحد حتى اللي قاعدين بره كل الناس قلب واحد كل الناس هو ده يا شباب الهدف هو ده المكسب الرئيسي من البطوله احنا بنقدم نموذج عامل ازاي هنا بقى الناحيه الثانيه خلاص بطوله خلصت في بطوله ثانيه كويس هنا هيبان معدن اخر احنا قادرين ان احنا ننافس بقوه وبشراسه على اي بطوله بنلعب فيها انسى بقى المكسب ده اللي حصل ده تاريخ واتحط في تاريخنا خلاص لكن المستقبل اللي جاي هيبتدي النهارده مستقبلنا اللي جاي هيبتدي النهارده ناويين باذن الله نمشي على نفس النهج ده ان شاء الله هنلاقي يعني اعتقد نتيجه ان شاء الله مبهره ونتيجه كويسه باذن الله اكتر حاجه انا بشكركم وعيد شكري تاني ليكم الاداء والروح القلب
معنى فنان الحمراء هو ده اللي احنا شفناه المره اللي فاتت. وسعدت جدا جدا كمان طبعا ان احنا عندنا شاب صغير انا شفته 20 سنه على التلفزيون قالوا 20 سنه 18 سنه حاجه ما شاء الله وكويس ان انت اديتهم فرصه ده شيء كويس جدا باذن الله. انا بس يمكن بقول لكم مشاعر زمايلكم واخواتكم الكبار اعضاء مجلس اداره وتقديرنا لمجهودكم الفتره اللي فاتت وده ننساه علشان احنا خلاص دخلنا على بطولات تانية فننسى الكلام ده على اساس ان احنا ان شاء الله اللي جاي خلاص هو دوت اللي احنا التاريخ اللي هيتكتب مش تاريخ كتب خلاص احنا في تاريخ كتب التاريخ اللي هيتكتب محتاج مننا شغل كتير كمان الحقيقه يمكن برضه من يعني لما شفت ان احنا عندنا عناصر مميزه جدا ان شاء الله في المستقبل مش بس لاعبين ومدربين اعتقد ان احنا عندنا مدربين ان شاء الله يكونوا يقدموا حاجات كويسه جدا الفتره الجايه ان شاء الله. في لعيب كان عندنا مصاب ما اعرفش اخباره بقت عامله ايه. ايه يا كابتن ايه الاخبار؟ كويس؟ في حاجه يا كابتن جارك في حاجه؟ لا يعني عملت له اشعه وبتاع بس لكن مفيش عمليات الحمد لله. الف سلامه عليكم الف سلامه. وبرده نفس الكلام لما يصيب زميلكم اعتقد ان مشاعركم كلها وحتى المدربين بتوعكم كانوا اتنقلوا يا جماعه الاسره دي والعيله دي هو ده اساس النادي الاهلي. ارجو ان احنا نحافظ على الروح الموجوده دي باستمرار ان شاء الله. بشكركم جدا ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يكون برضو ليكم باذن الله ان شاء الله. شكرا يا شباب. ممكن بقى ناخد صوره سوا يا جماعه. الطبيعي بتاع النجم الكبير رئيس النادي الاهلي واسطوره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب دايما بيتكلم عن قلب النادي الاهلي، بيتكلم عن روح النادي الاهلي، فنان النادي الاهلي، عيله النادي الاهلي، الحاجات اللي هي شكل الاهلي. قبل ما يتكلم عن فنيات وقبل ما يتكلم عن حاجات محفزه للاعبين، بيتكلم عن بطولات خلاص بطوله وخدناها، دايما بيتكلم عن قبل كده، قبل كده الكابتن محمود الخطيب قال قلت لكم قبل كده لو تفتكروا في احد مؤتمراته بيتكلم عن كاس العالم للانديه وكان تخطب كاس الافريقيه دايما بيبقى طموحاته بعيدة شوية. ده الكابتن محمود خطيب ودي كانت كلمته لفريق كرة السلة. كابتن أبو مسلم إنجازات في النادي الأهلي، أنت عارف طبعا أنت عشت النادي الأهلي وكان عندك كمان تجربة ناجحة في فرنسا 5 سنين أكبر أو أطول محترف مصري في فرنسا أعتقد. زي ما انت قلت يا ميدو اكيد النادي الاهلي دي الواحد اتربى في النادي الاهلي وجوه كيان من عندي 8 سنين ما كان مدرجات التتش دي كانت لسه ملاعب خماسيه صغيره فالواحد متربى في النادي الاهلي كتير وكان موجود فترات كتير انجازات كتير وفي العصر احنا كنا بنتكلم فيه اللي كنا موجودين فيه من اول 99 لحد 2009 و2000 الحاجات دي كلها كانت بطولات النادي الاهلي كان مكتسح فطبيعي اللي انت ده مش غريب الكابتن خطيب طبعا قيمه كبيره فاكيد هو عارف احسن حاجه النادي ايه ومصلحه النادي ايه بالظبط فطبيعي اللي انت لازم كل فتره لازم تعمل تجديد ولازم تعمل يبقى لك رؤيه واضحه في الفتره اللي جايه طبعا طبيعي. هسألك في حاجة يعني الشغل بتاعك دلوقتي في منتخب القاهرة أبو مسلم قول لي طموحاتكوا إيه؟ قبل طموحاتكوا قول لي خططكوا إيه مع هذا الفريق؟ والله زي ما قلت لك لما اتكلفنا بمجلس إدارة مثلا بتاع منطقة القاهرة كابتن حمادة الشربيني وكابتن محمد حشيش ومجلس إدارة كابتن أيمن حسان وكابتن أحمد الناس كلها طبعا عشان ما انساش حد وكابتن طارق احنا بقالنا فترة بنشتغل ميدو من أول الساعة 7:30 الصبح يوم الجمعه والسبت بنعمل تصفيه وبنعمل انتقاء للاولاد اللي موجودين فاحنا خدنا مثلا كل الانديه الموجوده كلها اللي هي في الدوري اللي هي السوبر اللي شغاله فيه فاشتغلنا فيه الفتره اللي فاتت كلها مثلا من 110 120 ولد صفينا دلوقتي مثلا 45 ولد دلوقتي دخلنا على المجموعه البي اللي هي 2006 برضك بي نفس الكلام صفيناها كلها طلع منهم عدد قليل اللي هو مثلا 5 6 بالظبط فاحنا بنعمل انتقاء طبعا وبنعمل الفتره اللي جايه عشان في زي ما قلت لك اهم حاجه يكون عندك ميدو قلنا من اول الطريق اللي انت يكون عندك بلان طويل اللي انت تقدر تعمل الشغل بتاعك على المسافه الطويله بالظبط. هم عندهم في بطولات جايه وفي بيخاطبوا منتخبات ثانيه موجوده زي ما احنا كنا زمان بنطلع منتخب الجيزه كان مثلا بيطلع المغرب احنا السنه دي هم عندهم كل سنه بيعملوا بطوله بتاعت 2005 السنه دي اليابان فهم بيعدوا السنه دي 2005 واحنا السنه اللي بعديها فسنه بيديك سنه تقدر تشتغل فيها وتقدر تعمل الانتقاء الموجود في الاولاد وشايفين 2006 انا شايف في اولاد مميزه جدا في ناس عندنا ناشئين كتير جدا وعندنا مواهب كبيره جدا مميزه كبيره جدا بس اللي يقدر يطلع الناس دي لازم تبقى عندك الجراءه انت بتشوف يعني احنا لما تيجي تنتقي
ولاد اختبرنا الاهلي ام بي مقاولين. اتكلمنا انا ومهندس احمد عاد بصراحه كان حلقه جميله جدا. اتكلمنا ان انت بتنقي ناشئين كتير قوي وبتنقي لعيبه كتير قوي وبتبقى خايف تقول لواحد شكرا عشان شايف ان هو يبقى لعيب كويس. يعني لما مثلا النادي الاهلي بينقي مثلا مش اقل من 150 واحد تمام. ما انا بقول لك ام بي نفس الكلام بس بعد كده دول بيروحوا فين ما تعرفش. ما بص يا ميدو خلي بالك برضك اللي انت مثلا النادي وجماهيريته وحجمه بيختلف مين لعيب من لعيب. يعني مثلا النادي الاهلي كل سنه مثلا في اختبارات النادي الاهلي بيجي له مثلا فوق نقول 30 مليون 40 مليون مثلا اختبارات صح. كتير بيجي له كتير جدا عم بينتقي مثلا بيطلع منهم مثلا 80 90 100 120. فلازم 120 يكون جامدين جدا. لازم الفتره ديت لازم تعمل كان مثلا موجوده زي ما بقول لك كان موجود في دجله مثلا حاجه اسمها جي ام جي دي مثلا 20 ولد او 25 ولا 30 ولد بالظبط بيتمرنوا مدرب لوحدهم ما لهمش دعوه بمسابقات ليهم رعايه خاصه وليهم كان شغل كمان مش قاعدين في القاهره قاعدين في مثلا في السخنه بالظبط بمعاه مدرب اجنبي مثلا فرنساوي او مغربي من الموجود لهم التجربه دي توقفت ابو مسعود اي توقفت بس كان دليل الفريق الاول كلها منهم دلوقتي. يعني الفريق الاول مثلا كل الموجود منهم دلوقتي نفس الفتره اللي فاتت. فاهم حاجه ميدو لازم نتكلم فيها القرار. القرار لازم يكون موجود عندك قرار اقدر ادفع بالاولاد دي كلها لازم يكون عندي الثقه لازم يكون عندي سبورت وراهم في حاجه كتير جدا. النادي الاهلي طبعا الناشئ اللي بيطلع لازم يكون ينحط في صخر الاهلي او زمالك او اسماعيلي او الانديه الكبيره عشان لازم مدرب يسكله. يعني انت بتقول بتختار 120 واحد انا عايز 120 واحد دول على الاقل اشوف منهم 30 واحد ما انت لازم تشوفهم بعد كده في الدوري القطاع بتاعهم لازم تكون متابعهم كويس. لازم يكون في زي ما قلت لك في لازم مثلا مدير اللي هو المدير التنفيذي الموجود مثلا في القطاع كله عن المسؤول عن الناشئين لازم يكون بيحضر التمارين يعني بيحضر المطوشه كلها بتاعت القطاع كله عشان مثلا 2006 عندك 8 2010 عندك 9 اولاد اللي هم المرشحين اللي هم يكون لعيبه ليهم ليهم موجودين بالزبط. فلازم يكون في اتصال ما ينفعش يكون مثلا قطاع الناشئين في اتجاه ثاني يا ميدو والناس الناحيه الثانيه في اتجاه ثاني خالص. ده اللي بيحصل ما ينفعش ده اللي بيحصل. ما الدليل على كده انت ما بتطلعش ناشئ كويس الا كل مثلا 3 سنين طلع 2 3 وكمان ما بقاش متكامل او شبه متكامل او تشتري من بره او تشتري من بره الانديه الثانيه اللي ماشيه. يعني احنا بنتكلم مثلا في انديه ثانيه ماشيه بصفه كويسه جدا يعني مثلا زي ما قلنا قلت لك دجله ماشيه نفس الطريق ام بي شغال نفس الكلام مقاولين العرب نفس الكلام بالزبط. فدي سياسات لازم يكون نفس النادي الاهلي نتمنى يكون ليه سياسه في الموضوع ده يكون احسن كده اكتر. في سياسه قريب جدا اتمنى طبعا الكابتن الخطيب زي ما قلنا لازم في قرارات وشفنا ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في حاجات احسن من كده كتير. وفي الثقه احنا الثقه موجود كل الناس الموجوده ابناء النادي الاهلي وعندنا الثقه فيهم لما يطلعوا لنا احسن حاجه طبعا. بتجمعوا اللعيبه كل قد ايه؟ والله احنا فتره زي ما قلت لك في تصفيات وكده بنطلع مثلا بنتجمع مثلا كل جمعه وسبت عشان امتحانات اولاد ممكن نتجمع جمعه وسبت الاثنين. طب لما يكون في فتره مضغوطه بقى بتجمعوا الاولاد كلهم لسه بقى الفتره الجايه بقى مع نعمل بقى الخطه بتاعتنا المعسكر لما نبتدي طبعا هنعمل دوشه وديه طبعا على مستوى الجمهوريه في كذا حاجه بس لازم من الاول نصفي مثلا القوام الاساسي ما يكون عندك 30 ولد او 25 ولد تقدر تشتغل عليهم. دلوقتي انت فتره تصفيات لسه ما حطيتش ايدك على مثلا على 20 ولد لسه بتحط تصفيات على حاجه ثانيه. تمام تعال نتكلم شويه عن النادي الاهلي. الاهلي الفتره اللي فاتت كان في تحديات كبيره جدا ابو مسلم الاهلي الفتره اللي فاتت لكن الاهلي قدر كالعاده ان هو يخرج من هذه التحديات. لعبنا افريقيا كان ماتش الاخير ده كان ماتش الاخير ده يعني كان في ظروف انت عارف اثيوبيا طبعا لعب فيها مستحيل اثيوبيا لعبت فيها بطوله الامم الافريقيه واحنا صغيرين عندنا 17 سنه وخدنا ثالث صعبه جدا مستحيله رحنا قعدنا هناك فاحنا رايحين جايين جري كتير جدا. تاني حاجه النفس صعب جدا يعني انا بقول اي حد بيلعب في اثيوبيا الموضوع بيبقى صعب صعب بالذات اثيوبيا اثيوبيا مرتفعه جامد جدا فالموضوع بيبقى صعب جدا. لا تبقى نازل اساسا عايز الماتش يا رب الماتش يخلص امتى بقى انا مصدق يعني مصدق نعمل حاجات زي كده. تاني حاجه كان كابتن شاوي يعني كان هو عنده خبره في الحاجات دي كان ماسك مع الدكتور محمد علي فهو وفر علينا كتير زي ما قلت لك لما يكون حد عندك دولي او عامل طريقه شغله على مستوى كان ماسك مع حد قبل كده ممكن الدنيا بتختلف فهو كان عارف كده عشان كده رحنا قبلها باسبوع ولا 10 ايام اشتغلنا تمرينات بتوقيت مختلف مثلا مره الساعه 2 الساعه 3 وقت عشان تقدر تاخد على الاجواء كلها طبعا. تاني حاجه في افريقيا زي ما قلت لك يا ميدو عندك اختلاف الفصول الاربعه بتشوفهم في وقت واحد بتمطر والدنيا حر ورطوبه كل ده في وقت في نفس اليوم في نفس اليوم في ساعتين ثلاثه. فطبعا الحمد لله ان الاهلي زي ما قلنا ماشيين بطريقه الانديه كبيره والانديه الجماهيريه والنادي الكبير ميدو لازم لما يحصل مثلا يحصل عدم يحصل اخفاق بيقدر يرجع بسرعه وده احنا متعودين طبعا كنا موجودين في النادي الاهلي على طول طبعا. شفت اصابات بالحجم ده ابو مسلم خلال الفتره اللي انت لعبت فيها في النادي الاهلي؟ هو اولا في اصابات كتير جدا ما كنتش متخيلها يعني في اصابات كتير جدا فده يعني اكيد زي ما قلنا السنه دي في كذا عامل للاصابه عشان تبقى انت خلي بالك منه عامل مثلا البرنامج التمرين وكلها عامه موجود قد ايه البدني موجود ازاي المطوشه بتلعب قد ايه بتريح قد ايه فاحنا السنه دي شايفين الدوري مضغوط جدا
تاني حاجه معدل الاحمال تعلقه بالبدنيه بتاعتك لازم يكون عارف كويس الشغل بيشتغل ازاي. طبعا اللعيب عليه عامل اميدو برضك لازم نتكلم. اللعيب لازم يكون بيحافظ على نفسه كويس طبعا، لازم بيشتغل كويس، لازم بيقدر يريح نفسه بشكل كويس عشان يقدر يعمل كامباك بسرعه. انت بتلعب كل 3 ايام ماتش، فطبيعي لما ريحش نفسك بشكل كويس هيبقى عندك مشكله. فده طبيعي. زي ما بقول شفت محمد يوسف ازاي الفتره اللي فاتت؟ والله كابتن يوسف تجربته أدل عليه، اشتغل في فترة صعبة جدا، أدل عليه بأداء كويس، الأدوات اللي كانت عنده قدر يشتغل بيها بمستوى كويس، حقق المطلوب اللي احنا عايزينه اللي هي وصلت دوري مجموعات والمؤجلات اللي انت كلها لعبتها في الدوري كسبتها، أداء كويس، فبس لسه في أكتر من كده كتير طبعا. الفترة الجاية مع لاسارتي أعتقد إن كمان يوسف سهل الموضوع شوية على لاسارتي، عنده السبت الداخلية يوسف، أعتقد إن هو برضه هيبقى آخر ماتش، او اكيد مش اعتقاد هيبقى اخر ماتش ليوسف. لاسارتي المأموريات سهلت شويه ان هو خلاص يلعب مجموعات، شكل الفريق استقر في الدوري، اصابات كتير رجعت يا ابو مسلم، الظروف بقت معاه شويه. هي الظروف طبعا اتغيرت احسن كتير. عندك فتحي رجع بقى دخل في الفريق زي ما احنا بنتكلم. في لعيبه كتير رجع من الاصابه كتير، رجعت علي معلول رجع نفس الكلام. فانت عندك دلوقتي مثلا نقول مثلا 5 عناصر او 6 عناصر كان عندهم مشاكل كبيره بالفتره اللي فاتت، قدروا يخشوا بشكل الفريق، هيعملوا اضافه قويه. الراجل مثلا دلوقتي هيقدر يشتغل بشكل كويس، شكل هادي شويه، فانا شايف الراجل هيبقى يخش يعني غير كابتن يوسف. كابتن يوسف كان فتره صعبه جدا جدا، الراجل هيخش جداً. احنا بنحيي كابتن يوسف طبعا، وده ابناء النادي الاهلي كلهم مخلصين في اي وقت هيطلب منهم في أصعب اي فتره شفتها، لان كانت كل حاجه ضده، كل حاجه ضده بصراحه. لعيبه مصابه، الفريق مش عايز اقول واقع دي خالص، الفريق مهتز فنيا، النتائج مش خدمية، فده طبعا. واللعيبه كمان يا ابو مسلم مش قادره تستحمل الضغوطات الكتير قوي اللي حواليها، والضغوطات كانت صعبه بصراحه. ما اللي عمل كده ميدو، انت مثلا النادي الاهلي دخلت في بطولتين فطلعت منهم في بطولتين في وقت قريب جدا، فده اللي كان صعب، بالذات كمان بطوله افريقيا اللي احنا قلنا مثلا دي بتبقى صعبه شويه، الاداء فيها ما كانش عاجب مستوى يعني الناس كلها، زي ما قلنا كان في سوء حظ كبير وفي عدم توفيق من اللعيبه، كان في لعيبه معانا اداء مش كويس. فده طبيعي، بس زي ما قلت لك كابتن يوسف ادى عليه واشتغل بشغل اداء كويس. الراجل اللي الظروف احسن شويه كمدرب، بناء داخل على الاصابات رجعت الدنيا اهدى شويه، النادي بقى فيه اكتر وقت ثقه، والناس الجماهير كلها بتلف حوالين الفريق دلوقتي، كله سبورت للفريق. فشايف ان الراجل دخل السنه دي هتبقى كويسه ان شاء الله. شايف محمد محمود بصفتك طبعا من شغال في دجله دلوقتي وعارف كل كبيره وصغيره في دجله، محمد محمود شايفه ازاي مع النادي الاهلي؟ محمد محمود اضافه قويه جدا، كان حتى بنتكلم لعيب مميز، نتكلم عليه امكانياته، لعيب كويس جدا. امبارح شفت في نص الملعب بيلعب رقم، في نص الملعب بيلعب بيتحط تحت راسين حربه في نقطه تحت بتاعت عبد الله السعيد، بيلعب بيأدي فيها، لعيب مميز. لعيب ما بيتكلمش، وشه في الارض على طول، لازم تحط تحتيها 100 خط اللي هو اللعيب بيشغل تمرينه ويخلص تمرينه ويروح البيت. امبارح كان معايا على التليفون حاجه جميله قوي. لا هو راجل سلوكيا كويس، وعايز اقول لك على حاجه اللي احنا برضك الفتره اللي احنا كنا بنتكلم فيها، الانتقاء برضك لازم يكون عندك السلوكيات لازم تكون كويسه. برافو عليك. يعني احنا حتى عامه لما تشوف مثلا المنتخب اللي احنا ماسكينه الدنيا بتبقى اهدى شويه. في دجله نفس الكلام، ما تلاقيش ناس كتير بتعترض، بص حتى على الاولاد الصغيرين ما حدش بيعترض، ما حدش بيتكلم. فالحته السلوكيه دي لازم تبقى قويه جدا. زي ما احنا كنا بنلعب زمان كان في ناس اقوى مننا ب 40 50 اكتر مننا كمستوى، بس السلوكيات كان عندها كان في مشكله فما قدرتش تكمل. فاللي بيقدر يكمل الولد اللي هو ملتزم، عارف تمرينه ايه، عارف وجباته ايه. فمحمد من نوع اللعيبه المميزه جدا، سلوكيا كويس جدا، يقدر يفيد النادي الاهلي، يعني هيبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. متوقع ان هو يبقى اضافه قويه جدا ان شاء الله. تيجي نتكلم بصراحه شويه؟ اتفضل. يلا بينا. المدربين كابتن الكبير كابتن طارق العاشري، كابتن علاء عبد العال، طلعوا رحلات بره نادي الحرس وبره نادي الداخليه ورجعوا تاني نفس المكان، شايف ده نجاح؟ شايف ده اخفاق؟ شايف ان هو بيدور على نفسه تاني في فرقه؟ شايفها ازاي؟ بص يا ميدو، انا الموضوع ده كويس قوي اللي انت فتحته. في مدربين بتؤمر بمسلم. لا في مدربين خلي بالك بتبقى متعود على حاجه معينه، ميزانيه معينه، مثلا ميزانيتك السنه دي 1,600,000 جنيه، 2 مليون 3 مليون، هم دول مش هيطلع، مش هيزيدوا عن كده. فلما تشتغل في المنظومه دي عارف داخل لي ايه وهطلع ايه وهجيب ايه وهحط مين وهطلع مين. تمام. فاهم ازاي؟ تمام. فكابتن علاء كان من النوعيه دي، لما راح مثلا نادي زي انبي الميزانيه كبيره جدا والنجوم كانت اكتر من كده، يعني في ناس بتتعامل مثلا كابتن علاء مدرب كويس وكل حاجه، بس انت عندك التعامل مع المدرب مع النجوم بيختلف مع الناس اللي هم العاديين، يعني اللي هي اللعيبه العاديين. مثلا عندك في الفرقه بتاعتك نجم واحد غير ما يكون عندك مثلا في انبي 12 نجم 13 نجم. فانت هتطلع ده يحصل مشاكل، هتصدم بدوت. ففي بتبقى في الكوره لازم يكون انت عندك سياسه اللي انت تقدر تتعامل ازاي مع الناس. فكابتن علاء لعيب مميز ومدرب مميز وكل حاجه، وادى
اداء كويس، بس هي الكيمياء مش ماشيه معاه. عندك مدربين كتير نفس الكلام، كابتن طارق العاشر نفس الكلام، مدرب قدير جدا، مدرب كويس وجاب بطولات مع حرس حدود، بس لما قدر يطلع في في في, في قاعده اوسع شويه واكبر شويه، راح دجله، سافر بره. ما بقول لك لما لعب يعني مسك في قاعده كبيره شويه واحسن شويه، يعني الدنيا مختلفه شويه، الظروف ما خدمتهوش وهو ما اتعودش على حاجه زي كده. فدي بتبقى اختلاف المدرب عن مدرب. مثلا زي عماد، جينا نتكلم عماد النحاس، عماد النحاس ما مسك العكس، عكس الناس دي خالص. يعني انا بس جبت لك عماد مسك من تحت، مدرب قوي جدا، مدرب كويس جدا، من الناس اللي انا بحبها. مسك من انديه صغيره، مسك اسوان، مسك النصر التعديل مثلا، مسك انديه صغيره، لما حط في حته منظومه قويه وعندها قطاع قوي وعندهم عندهم منظومه كويسه، بان قوي عماد النحاس كيف يعني التكيف بتاعه بقى بسرعه جدا، وعمل لهم شغل كويس، ولا رابع الدوري او خامس الدوري. ده العكس، ان انت مثلا لما يكون عندك منظومه منظمه وكل حاجه وانت واخد على كده، والدليل على كده عندك عماد كان لعيب كبير، فلما قدر يخش في حاجه زي كده سهلت له كتير. لما انت تكون بتلعب ومن زمان متعود على حاجه زي كده، لما تبقى مدير فني بتقدر بعينك بتستجيب ازاي، بتعرف اشتغل ازاي واعرف اتعامل ازاي. فدي الفرق بين ده وده. شايف ده نجاح ولا نجاح طبعا ولا لا؟ لا مش عماد، لا الكابتن طارق. لا ما هو بص، كل مدير فني ممكن يوفق في حاجه، ممكن يختلف في حاجه ثانيه. بنشوف مثلا عندك مورينيو، محدش يختلف على مورينيو. انا اختلفت عليه من زمان جدا. لا هو في لا هو في ناس زي كده، هي الفتره دي مثلا مش لا كويس. لا من اول حتى في عز انت عشان انت بتحب جارديولا عشان هو شبهك. جارديولا عبقري. ايوه عبقري. فبقول لك مورينيو مثلا الكيمياء بتاعته ماشيه مع فرق معينه مميزه جدا، وفرقه ثانيه مبقاش كان في تشيلسي حاجه ثانيه مختلفه. فلما رجع ثاني فالدنيا بتبقى مختلفه، فهي توفيق وعدم توفيق. مع ان جوارديولا عمال يخسر دلوقتي ابو مسلم والله. لا وارد، ما انت خلي بالك وارد انت بتكسب وبتخسر، بس اهم حاجه الاداء عندك. فكرتني شايف برضو الظاهره تغيير المدربين والاستعانه بمدربين كانوا في فتره برضو عندهم اخفاقات ورجعوا برضو نفس الاستعانه. لا هي تغيير المدربين دي نقطه صعبه جدا. انا جيت كويس انت كلمتنا فيها، دي نقطه صعبه جدا. انا بشوف مدرب مثلا في الدوري الممتاز ماسك فرقه مثلا خامس او سادس في الدوري، بيمشي يمسك فرقه تاني مثلا بيمسك المركز الاخير، او العكس، واحد بيمسك المركز الاخير بيبقى في نتائج سوء نتائج، يمسك الفرقه الاولانيه اللي هي الاول والتاني والتالت والرابع. فدي دي على اي مقياس؟ المفروض انا المدير الفني لما باجي اتكلم معاه، احنا مثلا طموحنا السنه دي نبقى في مربع ذهبي، السنه دي نبقى طموحنا مثلا نبقى في وسط الجدول، فلازم اشوف الاول سياسه النادي ايه، اللي انت عايز ايه بالظبط. فشايف تغيير المدربين، في ناس ادت مستوى كويس وفي ناس ما كانت طبيعي اللي هي النتائج بتاعتها ما خدمتهاش وكانوا اداء مش كويسين. فدي كانت نقطه في مدربين كتير ما ادوا باداء مش اللي هو المنتظر منهم يعني. وشفنا احنا مثلا دلوقتي حسبناهم مثلا 14 مدرب او 15 مدرب حاجه زي كده. تمام. يعني قبل ما نروح في لقاءات لسه في داخل النادي الاهلي، الاهلي والداخليه يوم السبت اللي جاي ابو مسلم، زي ما قلت او ما اتكلمنا فيه، خلاص في رجوع لعيبه مميزه جدا، عناصر انت افتقدتها ويعني كانت هتفرق معاك كتير قوي الفتره اللي فاتت، احمد فتحي، علي معلول، حسام عاشور لسه شويه. قبل ما نتكلم في النقطه دي تحديدا، شايف دفاعات نادي الاهلي اللي هي السرد باكين في ايه؟ لا هو زي ما قلت لك الدفاع كان عندنا مثلا بطوله افريقيا دي كان في مشكله، اللي هو كان البطوله ضاعت طبيعي، فاللعيبه الموجوده سعد لعيب مميز وكل حاجه، بس طبعا الضغوط كانت قويه جدا. فمثلا بيحصل تراجع، بتفرق لعيب عن لعيب، ممكن لعيب بيقدر في الفتره معينه مثلا اسبوع بيقدر يلم نفسه بيرجع تاني، وفي لعيب بتاخد معاه وقت شويه. فسعد سمير من اللعيبه المميزه جدا، واصابات الفتره فاتت شفنا هاني لعب في المكان ده كان مميز برضك. فانا شايف كوليبالي مثلا نوعا ما يعني لسه بنتكلم عليه، هو لعيب كويس كل حاجه، بس انت بنتكلم اميدو فيه لعيب بتيجي طبيعه النادي الاهلي بتبقى شكل النادي الاهلي. بس كوليبالي اول ما جه كان كويس قوي، ولا هو تاثر نفسيا برحيل باتريس كالتيرون؟ هو تاثر طبعا عشان المدرب عارفه وفي ثقه ما بينه وما بينهم، ممكن بتبقى طبيعي. في ناس كده، في ناس مثلا بتبقى، وفي ناس زي ما قلت لك الثقه عندها في نفسها بتبقى الموضوع صعب شويه، لما اتعرض لضغطه او هزه قويه جدا لازم باخد وقت. فممكن من طبيعه الناس اللي هي بياخد وقت عقبال ما يرجع شويه يرجع بشكل احسن من كده. بس انا شايف النادي الاهلي مثلا يعني قلنا الاضافات كلها، معلول رجع يبقى مفتاح من مفاتيح اللعب، النادي الاهلي قويه جدا. فتحي لعيب كبير وبيفرق كتير جدا، الروح اللي موجوده في الفريق بيبقى اقوى من كده. مؤمن رجع كمان، وعندك مؤمن رجع الماتش اللي فات احرز هدف وماشي بصفه كويس. رجعت شريف اكرامي، عندك مثلا شريف دلوقتي والشناوي نفس الكلام، منافسه قويه جدا. وليد سليمان مثلا ما شاء الله نمسك الخشب طبعا، اللي هو ما شاء الله الفتره دي من اللعيبه من الاعمده القويه الموجوده بتقدر تتحكم في اداء النادي الاهلي. ناصر ماهر رجع بشكل كويس، عايزينه يلتزم اكتر من كده،
نيدفيد اكتشاف اللي هو بيلعب راجل بيلعب برضك بيلعب باك رايت ماشي مستوى برضك كويس جدا، فشايف في مفاتيح لعب كتير والنتائج الحمد لله بالمؤجلات اللي هي بقالها كتير اللي انت ما لعبتهاش قدرت تعمل بشكل كويس، وشايف ده كله ثقه بعد مثلا البطولتين اللي انت كان مثلا ما فوقناش فيهم يعني. تمام، منطير لزميلي العزيز كريم احمد مع النجم الكبير جدا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. خلاص زي ما انت قلت يا كابتن بيبو كتف التاريخ، نقول للكل اولياء الامور واللاعبين نقول لها ليه الامر الحقيقه بيبقى عليه او ليه دور مهم جدا جدا في اي بطوله، لان هو اللي بيأهل اولاده منذ الصغر يعني ازاي يبقى بطل وازاي يعني بيتعب جدا اولياء الامر دوت ان هو ازاي يعني بسبب ان يكون ابنه دوت بطل او ابنه الرياضي بيكون له دور كبير جدا، بياخد من وقته بياخد من حياته بياخد من صحته وبياخد من قدراته حتى انه يعني بيبقى ليه ازاي يجهز ابنه. فانا حقيقه اي بطوله لازم اولي الامر او لازم اللاعب يشكر ابوه وامه لانهم الحقيقه هم ليهم دور كبير جدا في البطوله. احنا كمان لازم نشكر كل اولياء الامور، عشان كده احنا كنا حريصين جدا ان احنا نتصور معاهم النهارده. اللي جاي لسه مطلوب منهم كتير قوي اللعيبه ومطلوب كتير قوي لسه يا كابتن بيبو. اي بطوله بتخلص دي تاريخ كويس، اللي جاي بقى خلاص ننسى اللي فات وبيفكروا في اللي جاي. شكرا لك. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي التواجد والحضور والدعم الكبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي لاولياء الامور للاعبين للجهاز الفني للاداره، مجهود كبير بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي، ويمكن الفتره اللي جايه زي ما كابتن بيبو قال لكل اللعيبه وكل الجهاز الفتره اللي جايه لسه اصعب، كل اللي فات خلاص دخل. شكرا جدا يا كريم. يعني كريم بيتكلم ابو مسلم الكابتن خطيب بيقول ان خلاص البطوله دي انجاز وتاريخ، نفكر بقى في اللي جاي. ده طبيعه النادي الاهلي. اي حد ما احنا كنا موجودين خلص الموضوع، تاخد بطوله النهارده مثلا غير الفرقه الثانيه عكس الفرقه الثانيه، مثلا كنت تاخد كاس مصر الفرقه الثانيه بيبقى من الانتصارات لحد شهر. احنا النادي الاهلي كنا مثلا بناخد بطوله افريقيا واحنا عندنا 17 سنه او 18 سنه، والدوري بتروح ثاني يوم خلاص الموضوع قفل، خلاص نبتدي نشتغل نبص على الجديد، ده النادي الاهلي وده قيم النادي الاهلي وده اللي موجود لروح البطوله زي ما بنتكلم عليه طبعا. عشان كده جمهور النادي الاهلي ما عندوش خيار ثاني غير البطوله. النادي الاهلي ماليش علاقه البطوله، هو ملوش دعوه، انا ماليش علاقه انت ظروفك ايه مش ظروفك ايه، انا عايز بطوله. طبيعي التعود على البطوله، وهو النادي الاهلي فريق بطولات فهو مش قابل منك اي حاجه. عكس فرقه ثانيه مثلا يقول لك احنا اداء بس سوء الحظ، لا النادي الاهلي ما عندكش الا بطوله مالكش خيار ثاني. فالناس اتعودت على كده واحنا اتولدنا على كده، ودي زي ما نقول اجيال بتسلم اجيال، كل واحد الجيل اللي بيجي بياخد نفس الروح ونفس القتاليه اللي بيقاتل عليها في جوه الملعب، فده كله زي ما بقول لك جماهير النادي الاهلي مش تقبل بحاجه غير لازم البطوله طبعا. عايز تروح فين في التدريب؟ والله انا طموحي الحمد لله بداياتي كانت كويسه، زي ما قلت لك انا مثلا لعبت في احسن نادي في العالم كله، لعبت في النادي الاهلي، لعبت فتره كويسه جدا ان انا جبت فيها بطولات كتير مع النادي الاهلي. سافرت احترفت مثلا، انا اللاعب الوحيد زي ما انت قلت اللي انا لعبت 5 مواسم اكتر مواسم موجوده في الدوري الفرنسي، انا اللاعب الوحيد اللي موجود في مصر. لعبت بلجيكا، لعبت بلدين مختلفين، لعبت منتخب مصر، الحمد لله كلاعب انا راضي عن ادائي جدا. مستوى التدريب انا كنت ماسك في نادي التاج الحربي اول ما بطلت مع مؤمن سليمان، وصعدنا يعني اول حاجه صعدت الفرقه مع كابتن مؤمن اللي هو الدوري الممتاز. فدي كانت بدايه قويه جدا. السنه دي دخلت في منظومه تدريجيه بقالي 3 سنين، دخلت السنه دي في قطاع الناشئين، فالحمد لله خطوه كويسه اللي هو كان منتخب القاهره حاجه كويسه. انا طبعا طموحي ان انا امسك يعني اكون ماسك منتخب او امسك النادي الاهلي طبعا. اي حد طموحه اللي هو النادي اللي اتربى فيه لازم يكون ليه دور فيه، فالواحد بيتمنى طبعا. فلسفه اي مدرب اللي انت يعني واخده دماغك واخده شكلك عايز تبقى تروح لدماغه هو، ولا انت ليك فلسفه خاصه؟ لا هو انت بكل الفتره اللي انت بتبقى موجود فيها دي بتكتسب خبرات. يعني مثلا بتشوف مثلا الكراب بتاخد منه خبرات ازاي بيلعب بطريقه اللعب ازاي بيقدر يأقلم اللعيب ازاي بيتعامل نفسيا مع اللعيب ازاي، وده فرق كبير جدا لازم تخلي بالك منه. اللي مثلا تشيلسي كان مثلا مورينيو بيتعامل ازاي مع صلاح، وكلوب من الناحيه الثانيه كان بيتمرن بيتعامل معاه ازاي. فالدنيا واحد بيقدر يحتضنك كويس وبيخليك بتطلع احسن حاجه عندك شخصيه، ما ده الجزء اللي بنقول لك اللي هو النفس اللي تقدر تتعامل معاه. فانت ماشي من مانشستر يونايتد اللعيبه عملت فرح، ما انا بقول لك دي انت تقدر تتعامل، اللي انت تقدر تعامل لعيب امتى تقدر تبقى عندك الحزم، فدي كلها خبرات بتقدر تكتسبها في وقت اللي انت بتشتغل فيه في التدريب. بالذات كمان لما تكون انت مثلا لعبت بره او مستوى اعلى شويه، فالموضوع المعلومه بتاخدها باسهل، بتاخدها سهله جدا، فبتقدر تطبقها وانت مستريح. كلوب هو مدرب كويس ولا اللعيبه اللي معاه دايما بيبقوا كويسين؟ لا انا مقتنع. قول لي برده مين اللي بيأثر على التاني؟
لا انا مقتنع بيه من زمان جدا، من ايام كنت انا اصلا كنت موجود زي ما قلت لك في الدوري الفرنسي، فكان عندي انا حدود المانيا، فكنت بتفرج عليه يعني في ايام ماينز اللي هو كان مع محمد زيدان، فكنت متابعه. فالراجل كان اداؤه ثابت، الشكل بتاعه نفس الكلام لما راح حتى بروسيا، نفس السياسه، ما غيرش شكله خالص لما راح مثلا نادي كبير زي ما انت شايف ما مسك في نادي كبير زي عند محمد صلاح في ليفربول، نفس السياسه نفس الشكل، فسياسته بتاعته باينه. تختلف المدرب عن مدرب اللي هو بيقدر يطبق الشكل بتاعه ولا لا. وزي ما قلت لك في دجله مثلا الراجل مصمم اللي هو يلعب بنفس الاسلوب دوت. اي حد في مصر بيأثر على التناغم مثلا، مين عامل النجاح الاول، المدرب ولا اللعيب؟ المدرب وغير الاداره طبعا. هي الاداره اول حاجه، اول حاجه في العامل 1000% الاداره، لانها بتختار وبتنتقي مدرب. وعندك الثقه، لازم يكون في ثقه مع المدير الفني عشان تقدر تشتغل بشكل كويس. بالظبط. فالاداره اول حاجه تنظيميا، الثاني حاجه المدرب، ثالث حاجه اللعيب. اللعيب لازم يتاقلم. اللعيبه ميدو لو مش مقتنع بفكر المدير الفني، لو قعدنا من هنا للسنه الجايه مش هيشتغل. لما يلاقي في سبورت جامد جدا للمدير الفني، سبورت من الاداره اللي هو هنشتغل بالشكل دوت والسياسه دي، احنا كلاعب مصري هيختلف هيشتغل. امال انت لعيب مصري عارف الراجل ده هيمشي بعد اسبوع، والله لو عملت ايه مش هيشتغل. هو انا سياستي كده. واللي عايز اقول لك اللعيبه مقتنعه ولا ثقافه؟ هي الاثنين، ثقافه اللعيبه اللي فيه لعيبه مثلا في انديه صغيره لما يطلع في انديه كبيره الدنيا بتختلف، مش مصدق الحلم دوت، فيقعد فتره عقبال اللي هو مش مصدق نفسه. ما ده دور مدرب بقى ومساعد. ما دور مدرب. وتاني حاجه مدرب. زي ما قلت لك في لعيبه ثانيه بتبقى الدنيا بالنسبه لها اسهل بكتير. ليه؟ هو اتعلم على كده عشان هو ملتزم. فلما يجي اي مدير فني بيشتغل. يعني مثلا لو جينا نتكلم النادي الاهلي، كل اللعيبه الموجوده مثلا واحد زي حسام عاشور، كل المدربين اللي جم حسام عاشور في الملعب كان لعيب. يعني الناس كلها بتقول حسام عاشور يعني لعيب في نص ملعب، يعني مش واخد مثلا الشو الكبير اللي هو مثلا اللعيبه الثانيه، ومش في منتخب مصر، مش منتخب مصر بس حسام عاشور من اهم اللعيبه موجوده في النادي الاهلي. نفس الشكل دوت بينطبق مثلا بيدو على النني. هو النني مثلا الناس كلها كانت مثلا كاس الامم ضد النني، بس كان اهم لعيب في وجود منتخب مصر اللي بيقدر يستحوذ الكوره بيطلع من رجله صح. فدي كلها دي مواصفات المدير الفني، بيقدر يبص انا هطبق الفلسفه بتاعتي ولا مش هقدر اطبق. هو صعب انت تستلم وتسلم؟ اسهل حاجه في كره القدم السهل، اللعب السهل. شوف انت عارف اللعب السهل ليه مقومات كتيره جدا، وانت اكيد عارف اللعب السهل تحركات، واللعب السهل باص، واللعب السهل باص مؤثر، ما هي الكره اللي اللعب السهل تمركز، لازم الاستحواذ. لكن اللعب استلام وتسلم اعتقد ان دي يعني حاجه سهله. ما انت خلي بالك استلام وتسلم تحت ضغط. مثلا لعيبه مثلا تبقى انت في وشك ممكن تديله كده، لازم في ناس ثانيه بتعمل اتجاه ثاني مختلف. بالظبط. انت لازم تبص من رجلك طالع 1000%. انت عندك يعني عندك الارسنال مش هتاخد حد، ولا مثلا الارسنال اي انديه اوروبيه. في العموم انا بتكلم في العموم بس. انت انديه كبيره، ما بص يا ميدو انا مثلا كنت بلعب في فرنسا، انا قعدت 3 سنين بيراقبوني. قعدت وانا بلعب في منتخب الشباب لحد لما رحت عند المنتخب الاولمبي بعد ما عديت المرحله. بالظبط. فهم بيجيبوا مثلا اللي هو السكاوتنج، حاجه اسمها سكاوتنج اللي هو موجود. بيقدر يتابع اللعيب دوت عامل ايه. مثلا يروح مره والتاني واحد تاني غيره يروح يكتب تقرير بتاعه، فالناس دي بتشتغل صح. فعشان كده بقول لك مش وليت الصدفه، اللعيبه اللي موجوده في مصر دلوقتي عندها حظ كبير جدا. ما لعبوش مثلا اللي هي لعبه ده 100,000 متفرج، الميسات كله مقفول على بطوله. فالناس عندك بتلعب بدون جماهير، اريحيه، فعندك اريحيه كبيره جدا الا لعيبه الاهلي. وطبعا الا لعيبه الاهلي حتى لو الجمهور مش موجود هم عارفين الجمهور شايفهم ومتابعهم. طبعا بص يا ميدو، انت لعبت في النادي الاهلي انت لازم تبقى انت عارف اللي دي فيها نجوميه كبيره جدا، فيها ضغط عصبي جدا. وعشان كده اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يكون عنده الحتتين دول. لو عنده شخصيه، عندك شخصيه 1000% تقدر تشتغل في هذه الظروف الوقت الصعب، والقوه لازم تبقى موجود فيها، ولازم يكون عندك رؤيه اللي انا اقدر اشتغل امتى، اشوف الدنيا مستريحه اقدر اشتغل امتى، واقدر العب سهل امتى. فدي كلها بتبقى مقومات للعيب. ولازم يكون عندك مدرب شخصيه قويه جدا، شخصيه يعرف يحتويك ويعرف يطلع منك احسن ما فيك، ويعرف ازاي يزعق لك، يعرف ازاي ياخدك طبطب عليك. ما دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها، مع احترام المديرين الفنيين كلهم كانوا موجودين قبل كده، كانت النقطه دي كانت جوزي. كان مستر مانو جوزي كان هو اللي يقدر مثلا كنا بنلعب ابو تريكا نجم الفريق الشوط الاولاني يطلع يقول له انت ما جيتش معانا النهارده. بالظبط. فطبيعي الراجل بيقدر يطلع امتى، ننزل الشوط الثاني ابو تريكا جاب 3 اجوان. فهي بتختلف عليه وعلى شخصيته، هي اللي منجحاها في الاول وفي الاخر شخصيتك. وعندك حزم، لازم يكون عندك حد حازم بيقدر يشتغل في وقت امتى اقدر اشتغل كويس جدا. حتى كابتن حسام بدري لما اشتغل برضه كان في نقطه برضه كان هو حازم شويه. فدي نقطه بتبقى ساعات في دي صفات مدرب بيبقى يقدر يطلع امتى زي ما انت بتقول، ويقدر يشتغل امتى. فدي كلها بترجع له. شايف شكل الدوري مختلف عن قبل كده؟ شايف ان احنا بنتطور؟ شايف ان احنا نفس الاداء ونفس الريتم؟
شايف الدوري ازاي؟ هو الدوري السنه دي جينا نتكلم فيه من اصعب الدوريات، جينا نتكلم بالذات في القاع، يعني انت عندك مثلا جينا نتكلم هتلاقي الاسماعيلي تحت، هتلاقي انبي تحت، هتلاقي بتروجيت تحت، هتلاقي في انديه كتير جدا. هتلاقي مثلا من اول العاشر رميدو ماتش واحد، لو انت كسبت 3 بونت مثلا، احنا دجله امبارح كسبت خدت 3 بونت بقينا بقيت التاسع او العاشر، نفس الكلام في المركز العاشر. العاشر ما انا بقول لك يعني انت 3 بونت، فالفرق كلها ما فيهاش الموجوده في الجدول في قريبين جدا ماتش وماتشين. المركز الثلاثة بونت بيغيروا الشكل خالص، فعندك عندك الجدول بيبقى صعب جدا. تاني حاجه عندك كنا جينا نتكلم على فوق المستوى اللي فوق، نتكلم تجربه زي تجربه بيراميدز، تجربه كويسه بتدي شكل تنافسي موجود، نادي الزمالك اللي هو الخصم بتاعك ماشي بشكل كويس، انت بيزود برضك الطموح عندك اللي انت تبقى اقوى من كده. انديه كتير المويل العرب ابتدى يخش بشكل الانديه الجماهيريه بقت الاتحاد السكندري المركز الرابع 26 نقطه عندك ان شاء الله. طبعا انتاج 26 نقطه الانتاج عندك مثلا الاتحاد السكندري مثلا بيلعب بطوله العربيه مصر الوحيد كمان مصر الوحيد اللي موجود في مصر جدا. فدي كلها ميزات، احنا عايزين مثلا انديه جماهيريه كلها يبقى ليها شكل يبقى لها تواجد. طب ايه اللي ناقص الدوري يا ابو مسلم؟ اللي ناقص الدوري حاجات كتير جدا، حاجات كتير لازم نتكلم فيها من اول التنظيميه. هو احنا بنتكلم فيها بقالنا سنين بس احنا يعني ومهما اتكلمنا برضه خلي بالك بنذكر نعمل اللي علينا. لا هو اول حاجه تنظيميا طبعا، تنظيميا هي السنه دي صعبه، النادي السنه دي صعبه جدا بصراحه. لا صعبه تنظيميا صعبه والله كابتن عامر حسين، يعني احنا بنعذره صراحه اللي فيها دي كتير بتلعب كتير، كان مصري بيلعب وكان الاتحاد السكندري بيلعب وكان الاسماعيلي بيلعب والاهلي والزمالك، فضيف على كده حاجات كتير. يعني كان مثلا قبل كده كان عندك اهلي وزمالك هم اللي بيلعبوا باستمرار، دلوقتي دي الاتحاد السكندري الاسماعيلي انديه كتير لعبت، ففي كمان اتحاد وفي كمان مش مساعد انا بحط مواعيدك ماليش دعوه، ما هو ماليش دعوه بحط مواعيده خلاص. طبعا السنه دي كمان عندنا حدث كبير جدا لو احنا خدنا تنظيم الامم بطوله افريقيا، فده طبعا هتعمل لك شكل كبير جدا. ناقص الدوري جينا نتكلم ناحيه تنظيميه ميدو، لازم يكون عندك زي اوروبا كلها مثلا زي ما قلنا لازم الفرق كلها تبقى عارفه قايمه كام، وهيبقى عندك كام تحت السن، وهيبقى عندك كام كده عشان الناس كلها تقدر تعملها. او ممكن نعملها لو انت عايز تعمل دوري بروفيشنال لازم يكون قايمه مفتوحه. لازم قايمه مفتوحه تعرف تجيب اللي انت عايزه. هي الناس هتقول لك لا طب انا قايمه مفتوحه كده اخد لعيبه عايده، لا هو هي الكوره بقت دلوقتي بزنس واستثمار. اخدت 50 لعيب على قد فلوسك تقدر تشتري. تاني حاجه لازم يكون مثلا عندك البطوله الدوري الممتاز، شكل الدوري لازم يكون موحد. بلاش على قد فلوسك تقدر تشتري دي. ما انا بقول لك ما انا بقول لك لازم يكون عندك مثلا 900 لاعب. بطوله الدوري ممتاز لازم يكون شكل الدوري، بطوله الدوري ليها شكل موحد مش كل سنه بتتغير. طب الكوره بتاعت الدوري الممتاز لازم يكون في كوره مثلا الناس كلها بتلعب اوروبا، ما انت بتبدأي مثلا احنا خدنا حاجه من اوروبا بناخد الكوره واحنا نازلين هي نفس اللقطه بتاعت اوروبا. ايوه بسلم بقى كده مختلفة. ايوه بقى معايا كده. ما انا بقول لك الكوره مختلفه، يعني مثلا الاهلي ان احنا بنلعب بكوره، الاسماعيلي بيلعب بكوره، طب ما انت تعمل كوره موحده الناس كلها تلعب بيها تشتغل بيها. فالحاجات دي كلها ففي منظومه لازم حاجات كتير جدا لازم تبقى متغيره طبعا. طيب اخر سؤال هساله لك، الاسعار المبالغ فيها شايفها ازاي؟ لا هي اسعار مبالغ فيها كتير جدا بشكل 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 كبير، بشكل ما حدش توقعه. يعني الاسعار نرجع نقول المواهب قلت، المواهب في مصر برضك ما فيش زي ما كنا زمان الاول، يعني الاهلي زمان كان في لعيبه كتير جدا والمصاريف ما كانتش كده، دلوقتي الموهبه قلت مثلا كل نادي عنده مثلا 2-3 لعيبه مميزين فبيقدر عايز اكبر عدد فيهم. بالذات تاني حاجه بعد الاستثمار اللي دخل الانديه اللي دخل فيها انديه دخلت رفعت السعر جامد، سعر السوق بقى اعلى جدا بقى عالي جدا، مثلا لعيب تتوقعه كان زمان عادي جدا يعني في 6-7 زيه بالظبط، الموهبه بيقول لك الموهبه قلت. امال لو كان شاف ابو مسلم بقى في عزه بقى. لا طبعا فالموهبه قلت زي ما انت عارف، فهي دي بقى اللي بتعلي السعر، السعر بيبقى مختلف شويه. فنتمنى طبعا ان السعر، انا شايف ان في لعيبه ما تستحقش الاسعار دي، يعني في لعيبه كتير ما تستحقش الاسعار دي. انا بتمنى لك التوفيق ودايما ببقى مبسوط وانت معايا، وان شاء الله يعني استضيفك وانت مدير فني لفريق انت بتحبه او منتخب انت بتحبه في القريب العاجل. النادي الاهلي طبعا. النادي اكيد. نورت وشرفتني. ربنا يخليك، انا بشكرك واتمنى طبعا التوفيق، ونتمنى النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله تقدم والاستقرار والاحسن حاجه ان شاء الله نشوفها على طول، يعني الجمهور رايح معايا واحنا بنقولش نقدر نقول اكتر من كده. اكيد اكيد. اشكرك شكرا جزيلا نجم الكبير احمد ابو مسلم. نطلع نشوف الزميل كريم احمد معاه لقاءات مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في الاحتفاليه، ونرجع نستقبل الاعلاميه دينا محمد. كلمتين بقى للعيبه النادي الاهلي، ببارك لكم طبعا الاول خالد بيه وعمرو بيه، طبعا في البدايه مجهود كبير بيبذل من النشاط الرياضي ومجلس الاداره، مسانده كبيره جدا، الفرحه حلوه والانجاز حلو، لسه ما حققناش حاجه زي ما الكابتن بيبو قال. كلمات سريعه لعيبه النادي الاهلي واولياء الامور اللي بيهم دور كبير جدا. والله احنا طبعا
في منتهى السعاده ان احنا بنسجل انتصار جديد يضاف لدولاب انتصارات النادي الاهلي، وان شاء الله دايما كده مجلس اداره مع الجهاز الفني مع اللعيبه في كل المناسبات الحلوه دي، ودايما عقبال بقيه الفرق الثانيه كمان. احنا النادي الاهلي الحقيقه ما بيبخلش، او مجلس الاداره ما بيبخلش على كل الاجهزه الفنيه باي دعم، فان شاء الله كده نتمنى ان نكمل بقيه المسيره مع بقيه الالعاب ودايما في انتصارات باذن الله. اخد كلمه من طارق بيلي، انا هنفرق بقى معالي الوزير بقى في كلام كتير، لكن طارق بيلي حابب تقوليه في البدايه على المجهود الكبير الاول اللي بيبذل من النشاط الرياضي، لسه ما حققناش حاجه، بطولتين صغيرين جدا لسه ما حققناش حاجه. طارق بيلي بنبارك لكل الشباب والبنات واولاد النادي الاهلي اللي حققوا نتائج غير طبيعيه في النشاط الرياضي، وده استمرارا للجهد المبذول جوه النادي الحمد لله من كل الانشطه الرياضيه الموجوده، وده مش غريب عن النادي الاهلي. الحمد لله هو مش غريب علينا ان احنا الاهلي يكسب، الحمد لله ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي انه دايما الاول. بس الجميل هو التلاحم اللي موجود دايما بين مجلس الاداره الحمد لله وبين جميع القطاعات العمل الرياضي اللي موجوده جوه النادي بكل الانشطه. يعني الحمد لله انت شفته النهارده سجلته بين كابتن محمود الخطيب والمجلس وبقيه منظومه العمل اللي جوه النادي، فعلا روح الفانيلا الحمراء موجوده وربنا يديمها نعمه دايما. مبروك يا طارق بيه ان شاء الله. الله مستمرين معاكم كل مشاهدينا، انضم لي كمان بقى معالي الوزير العمري بيه فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. في البدايه عمري بيه ببارك لك وبهنيكم على مجهودكم الكبير اللي بيبذل، انا عارف ان العمل في صمت في كل الاتجاهات، نشاط رياضي، قطاع كره القدم، ملفات انشائيه واداريه، ملفات كثيره جدا، لكن النهارده يمكن احنا بصدد فرحه كبيره لكره السله بالذات وبالتحديد. حابب تقول الاول للبنات للاولاد للمرتبط، لان مجهود كان كبير وبطوله كانت صعبه جدا عمري بيه. خليني ابدا بشكركم جميعا قناه النادي الاهلي الحقيقه على وجودكم في كواليس النادي الاهلي اللي دايما بتنفردوا بيها، وان انتوا دايما على الهوا مع النادي الاهلي وبتنقلوا لكل محبي النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي لحظه بلحظه من داخل النادي الاهلي. بشكركم جميعا كلكم الحقيقه على مستوى طيب جدا. بشكر الحقيقه لعيبه النادي الاهلي وبشكر الاجهزه الفنيه، ويمكن النهارده واحنا جايين النهارده عشان ناكد على الروح الطيبة والعائلة والأسرة الكريمة للنادي الأهلي اللي دايما مترابطة، اللي دايما متفاعلة، اللي دايما بتحترم الخصم، اللي دايما روح واحدة، اللي دايما بتشتغل على اسم الفانيلا الحمراء. يمكن ده الكلام النهاردة اللي اتقال الحقيقة في الكلمات اللي اتقالت النهاردة. كمان بنشكر كل أولياء الأمور اللي كمان واحنا النهاردة موجودين مع لاعبتنا وأجهزتنا الفنية، النهارده اولياء الامور موجوده وبتشجع اولادها. الحقيقه ده الدور الرئيسي في الملف دوت، والحقيقه هم مساعدين لينا بشكل قوي جدا. بشكر الحقيقه كل الاجهزه الفنيه الخاصه بقطاع الناشئين، لان الحقيقه يمكن المباريات اللي فاتت دي اللي احنا شفناها بتؤكد ان النادي الاهلي ماشي في الخطه السليمه في تطوير قطاع الناشئين في لعبه الباسكت والطايره والتنس وكل الالعاب وتنس الطاوله وكل الكلام ده كله. الحمد لله كل الكوادر اللي طالعه كمان بروح الاهلي، وطالعه الحقيقه بالقوه في الاداء والقوه في الروح والقوه في التماسك والقوه في ان اللي موجودين بره حتى على الدكه لما بتحط باسكت كله متفاعل مع بعض روح واحده، وهو ده النادي الاهلي اللي ان شاء الله نشوفه دايما 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 عالي في كل الالعاب ودايما وفي كره القدم وفي كل اللي جاي يكون افضل. الحمد لله والف الف مبروك، وان شاء الله يكون اللي جاي افضل باذن الله. عارف ان المباراه اللي قبل الاخيره بقى كنت قاعد على اعصابي، كان باين جدا طبعا الحماس الشديد جدا، لكن رجالتنا يمكن بالفعل اثبتوا ان هم يرتدوا فانيله النادي الاهلي، يعلموا شخصيه وقيمه النادي الاهلي. اللحظات دي كانت متمثله كعمرو بيه. والله سعادتي كانت الاكتر بالروح والاداء والرجوله، وازاي ان انت لو شايف الفرقه اللي قصادك متقدمه عليك عندك حافز ان انت عندك ثقه في نفسك ان انت تكسب وان انت تقدر تعوض وان انت كمان تعوض بقوه وباداء راقي. الروح اللي كانت موجوده الحقيقه هي يمكن افضل واكبر مكسب دايما للنادي الاهلي، فاعتقد الاداء كان عالي جدا وكان جيد جدا. الحقيقه كمان لازم نبارك للكابتن احمد الجرحي مدرب الشاب القدير الحقيقه اللي ادى اداء راقي جدا، ازاي قدر يرتب لعيبته وازاي نص الكلام ده. اوعى تزعل خد بالك هم بيكلموني علشان انا كنت زعلان من الماتش الاخير، وان ازاي الجيم يبقى ايه بهذا الشكل، يعني كنت زعلان منهم جدا، لانه المفروض مش يعني مش ده مش معنى ان احنا كسبنا ان احنا نهدى يعني ونسترخي، وللاسف هو ده اللي حصل. ولكن المباريات الجديه كانوا دايما الحقيقه، يمكن لما تبص برضو على المباريات اللي قبليها كنا بنلعب مين؟ بنلعب سبورتنج، بنلعب الزمالك، بنلعب الانديه كلها الحقيقه كانت قويه جدا، وكلها والحمد لله كلها وفقنا فيها الحمد لله بشكل كبير. فالف الف مبروك للنادي الاهلي ودايما، واللي جاي افضل باذن واحد احد. مبروك يا معالي الوزير. الله يخليك يا فندم، ميرسي جدا، وبشكركم جميعا مره ثانيه، وبشكر جماهير النادي الاهلي اللي دايما بتتابع قناه النادي الاهلي، واللي دايما قناه النادي الاهلي ان شاء الله هتكون في المقدمه وفي حاجات جديده الفتره الجايه ان شاء الله تشوفوها على قناه النادي الاهلي اللي بتؤكد ان دايما الرياده للنادي الاهلي.
اهلا بكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي ليله، وان شاء الله دايما الرياده تكون من نصيب النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما في الرياده زي ما قال العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. كل الشكر لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كل الشكر ليهم على الفتره اللي فاتت، فتره صعبه جدا، مش عايز كل شويه اقعد افكركم، لكن فتره كانت صعبه جدا. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن ويكون اهون بكتير من حجم الضغوطات اللي تعرض ليها النادي الاهلي كاملا كاملا. ارحب بالزميله الاعلاميه دينا سكر، نور الدنيا. حضرتك يا كابتن عامله ايه؟ انا كله تمام الحمد لله. متاخره ليه؟ انا مش عارف. يعني انت عامله حاله على السوشيال ميديا، حاله جميله جدا، ربنا يخليك يا رب. كلميني على انستغرام اكتر، على الفيسبوك اكتر، على انا انستغراماتيه اكتر يعني. بقدم فيديوهات عشان اعلم البنات كل حاجه خاصه بالكوره، عشان ما حدش يقول لنا البنات. يس، عشان ما حدش يجي يقول عايزين ندخل في كل حاجه. لا بحبها يعني بيحبوا حاجه يعني بنحبها وبتقولوا لنا بتاعت احنا بتوع المطبخ ومالناش في الكوره، فانا عشان ما تقالش الكلمه دي فبعمل برنامج اسمه سنه اولى كوره على اليوتيوب. البرنامج هدفه ان البنات تفهم كل حاجه، المصطلحات اللي بتسمعها ما تعرفهاش، تفهم يعني ايه تسلل كل الناس ما بتفهموش الحاجات دي يعني. ووصلتي للنتيجه؟ الحمد لله بجد. والله انا في ولاد بتدخل تقول لي انت بتقولي معلومات احنا ذات نفسنا مش عارفين. لا انا بتكلم على البنات. والله لا والله بفهموا. يعني التارجت بتاعك كام في الميه؟ انا من اللي بيجي لي لا الفيدباك اللي بيجي لي حلو جدا. وبالنسبه لي ان انا اوصل. انت حاطه سنه اولى كوره، سنه اولى تارجت ان يكون البنات يفهموا كوره مثلا 70% 80% 50%، لغايه دلوقتي كام في الميه بنات فهموا كوره؟ ما انا ما اقدر، انا مش بتكلم مصر كلها، انا اللي متابعيني 303,000، فاللي هو ال 300 دول هم اللي يعني اللي اقدر اتكلم فيهم. جميل. ايه اللي جاب الفكره في دماغك دي؟ انا من صغري بحب الكوره جدا جدا، ولما كنت بقعد مع اي حد كان يفضل يقول لي انا بستغرب جدا ان في بنت بتحب الكوره، وانا الجمله دي بستغربها جدا، لان احنا بنفهم في كل حاجه. لو بقينا يعني الست بقت رئيس الجمهوريه وبقت حاجات كتير جدا، بس ليه حاطين ان احنا ملناش في الكوره؟ بس انا بالنسبه لي الفكره كلها اولويات. يعني انا لو سالتك دلوقتي، لا والله ما كده، بس انا لو جيت قلت لك دلوقتي انا حاطه ايلاينر وماسكارا، انت هتعرف؟ عشان مش اولوياتك خالص. انا مش اولوياتك. بس لو سالت ميك اب ارتست رجالي هيقول لي طبعا ماسكارا ايه، عشان اولويات، هو فاهم ده. فاحنا كده برضو البنت اللي بتحب الكوره وعايز تفهم فيها هتفهم. فما تجمعوش بقى ان البنات ما بتفهمش في الكوره. انت اصلا دراستك ايه؟ انا تجاره علوم سياسيه. تجاره علوم سياسيه. طب ما يعني مالهاش علاقة الكورة. الكورة دي الحاجة الوحيدة اللي بتبسطني. ما بتشتغليش غير في الكورة؟ لا كمان على السوشيال ميديا. يعني انا السوشيال ميديا انفلونسر، بعمل حاجات كده دعايات لحاجات تانية. دعايات. تمام. يعني قولي لي مين من المدربين العالميين لفت نظرك فنيا؟ اكلمك بقى في الكورة شوية. نتكلم في الكورة. انا بالنسبة لي انا بعشق حاجة اسمها جوارديولا. جوارديولا ده بالنسبة لي يعني انت كده 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 خلاص. انا كده خلاص. خلاص ايه؟ خلاص بقينا حبايب والله. جوارديولا عبقري الكورة جدا جدا جدا. وبيعجبني فيه جدا انه مدرب خلوق، ان هو حتى يعني انا سبب حبي لجوارديولا مورينيو بسبب فترة الاستفزاز اللي كانت موجودة ما بين. كان لسه معايا احمد ابو مسلم كنا بنتكلم، انا مش مقتنع، بقول له خلاص مورينيو كان ظاهرة بالظبط. لا يعني انا شايفه ان هو اللي عامله مع مانشستر بيقلل جدا يعني. قلل جدا منه. جدا جدا يعني. انا حاسه ان هو كان فعلا ظهر. تشيلسي نفس الفشل يعني. ما شفناهوش مثلا عمل طفرات وهو بيروح لانديه كبيره جدا. يعني انديه اصلا امكانياتها كبيره وهي كبيره جدا، المفروض يحط بصمته. بالعكس بياخد الفريق وينزل بيه يعني. متابعه دجله مع النادي التكيس، نفس الشكل الجوارديولي بس يعني على 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 صغير على مصري شويه. طيب قولي انت محضره لنا ايه؟ احنا النهارده عايزين نتكلم عن القرعه بتاعت بكره ان شاء الله. تمام. نتكلم عن اول اربع فرق اللي هم في التصنيف الاول. دول الفرق اللي هم اكتر فرق مرشحه اكتر للبطوله. الكره الافريقيه بكره ان شاء الله بتتكلم عليها دينا. اللي هيبان فيها شكل المجموعات الافريقيه اللي يكون النادي الاهلي ان شاء الله صاحب هذه البطوله. يا رب يا رب. يعني دايما الاهلي دائما وابدا مرشح اول للبطوله. ان شاء الله المره دي بقى ناخدها يا رب. تالتة ثابته، نقول تالتة ثابته. خلاص بقى خلاص انا مش هقول التسعه يا اهلي، خلاص انا حرمت. بس اللي بعد الثامنه واللي قبل العاشره بالظبط كده. بالنسبه للتصنيف الاول احنا عندنا اهلي، ترجي، وداد، ومازيمبي. هقول بس احصائيه سريعه كده عن كل واحد فيهم، هو وصل قد ايه للنهائي واخد النهائي. خدي راحتك. اوكي. بالنسبه للاهلي وصل 12 مره، اخد 8 وخسر 2، خسر 4 وخسر 4. يعني الاهلي ما شاء الله مدبل ال ال ما شاء الله البطولات. مازيمبي 7 فاز 5 وخسر 2. يعني مازيمبي برده لما بيوصل النهائي بيكون نصيب ما شاء الله حافظه. بالنسبه للترجي، الترجي وصل 7 مرات، 3 خسر و4 فاز. اوكي. 3 فاز و4 خسر. 4 خسر.
وكمان الوداد فاز مرتين. فاحنا بالنسبه لنا يعني الاهلي بالنسبه لي مازيمبي من الفرق اللي يعني الرخمه شويه في الكوره جدا 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 ده بتنافس النادي الاهلي دايما حتى على جد هي اصلا بتبقى دايما مرشحه بس هي فريق غير مضمون يعني هو ممكن يبقى احسن فريق في البطوله ويطلع من ماتش عادي كده ده غير مضمون. بالنسبه بقى للتصنيفات الموجوده احنا عندنا تصنيف اول اهلي ترجي مازيمبي وداد التصنيف الثاني فيتا كلوب حوريه كوناكري الافريقي التونسي وسان داونز المستوى المفتوح بقى شباب قسطنطينة شبيبه الثوره سيمبا التنزاني اسيك موموزا اورلاندو ولوبي ستارز بلاتينيوم والاسماعيلي. نحكي بقى واحد واحد كده. لو قلت لك التصنيف معمول مفتوح عندك فكره ليه؟ هو عشان المره دي خلوه 16 فرقه ومخلوش ان 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 يبقى في مستوى ثالث ومستوى رابع. انا بالنسبه لي اصلا عايز اقول لك حاجه ان المستوى المفتوح ده بالنسبه لي انا اهم لي من المستوى من التصنيف الثاني تماما. يعني الفرقتين اللي هناخدهم من المستوى المفتوح اهم بالنسبه لي ان هم يكونوا ضعاف اكتر من التصنيف الثاني. التصنيف الثاني كده كده اول وثاني بيصعدوا من المجموعه. اما المستوى المفتوح لو انت كمان معاك هم دول اللي هتجمع منهم النقط. لو معاك كمان فرقتين يعني مثلا لو معاك اورلاندو تبقى انت شكلت لك مشكله في الفتره دي. معاك اسماعيلي احنا مش عايزين دلوقتي الاهلي بالذات في الفتره اللي هو بيمر بيها مش عايزين مجموعه تقرفنا. لا خلاص احنا خلي بالك احنا نقرف اي حد. ان شاء الله مع التدعيمات والنهارده رمضان صبحي ويعني انا صراحه خبر بالنسبه لي سعيد جدا جدا يعني وان شاء الله لو كملت كمان حسين الشحات تبقى الدنيا تمام. دي دينا اللي بتقول يعني دينا اللي بتقول احنا ما بنقولش حاجات السوشيال ميديا بتقول طيب بس رمضان صبحي يعني الاحلى الاحلى للنجوم النجوم الكبيره دي بالرغم من على العروض الماليه الكبيره جدا والضغط المالي ان هم جايين الاهلي بيحبوا الاهلي فضلوا الاهلي معاه محمد يعني عندنا مين دلوقتي احسن لعيب في الاهلي وليد سليمان من ايه من حبه اصلا للاهلي فانت لما تجيب لعيب شريك بالظبط هو ده هو احنا محتاجين الفتره اللي جايه دي بالذات ان الاهلي هيبتدي من اول يناير لاول شهر 6 اربع بطولات قدامنا ضغط احنا محتاجين لعيب فعلا جاي يموت نفسه كله هيبقى جاهز عشان ان شاء الله يلعب. ان شاء الله كله هيبقى جاهز طيب نتكلم الاول عن الاهلي. الاهلي الفتره دي طبعا شويه يعني مش في احسن حالاته بس يعني بقول لك ان شاء الله مع التدعيمات اللي هتحصل ان شاء الله ان شاء الله يعني ونخلص من اوحش حاجه موجوده فيها الاهلي يعني قافه الاهلي الفتره الاخيره دي هي تضييع الفرص والاصابات اوكي ماشي ماشي تضييع لا اصابات طبعا كل ماتش لازم نسمع لنا حل. بصي هو احنا في الكوره في الكوره انت تضيعي فرص هو حاجه صحيه مش حاجه صحيه مستمره كل ما بتضيعي كل ما هتجيبي بس ما توصلش ان انا اوصل ان انا كمان اخسر من فريق يعني الفريق اللي احنا خلصنا منه الاثيوبي ده اول مره في تاريخ جيما جيما بجيفا فاحنا لا احنا بنضيع فرص يعني احنا بنشتغل احنا خسرنا كماتش لكن كسبنا كتوتل اكيد اما طبعا اهم ناس خسرت بقى وطلعت مش عايزين نتكلم بقى ونفتح بقى ايدينا بقى عبد الصمد وكان الناس تزعل مننا اتفضلي. طيب بالنسبه للترجي الترجي طبعا ما لعبش بس الترجي محافظ على قوامه الاساسي حتى الان وترجي هيبقى فيه تدعيمات ان شاء الله في الميركاتو فتحس ان الترجي برضو هيبقى فرقه يعني منافسه قويه موجوده في الترجي برضو بعد خروجه من كاس العالم الانديه الخروج لا مش خروج برضو ارجع واقول لك هو لا مش هتاثر فيه خروجه ووصل كاس عالم هو اخد يعني برضو مش هتاثر فيه بالعكس يعني ده هو بالنسبه له اخد خامس كاس عالم واخد البطوله انا ضد المقوله دي بصراحه بتاعت ان انا يعني زي مثلا منتخب مصر المهم ان احنا وصلنا كاس عالم انا ضد كده تماما بس انت بتتكلم برضو في بطوله كاس اكيد اكيد حاجه جميله جدا حاجه مشرفه لكن انت لو طلعت لو يبقى خروج برضو كويس ولو ما حصلش مش هموت نفسي ما لو حصلش برضو انت قدامك ما انت بتلعب على نفسيه لو افضل اقول خلاص خسرت احنا مش هنخلص من البنات دي انا عارف يلا ماشي بالنسبه لمازيمبي يعني زي ما اتكلمنا مازيمبي اصلا يعني فريق رخم بلغه الكوره فريق رخم ملوش ملامح ملوش معايير بالظبط كده ودايما مرشح يعني بقول لك من 7 مرات فاز 5 يعني دايما اصلا مرشح فهو بالنسبه لنا انا بتهيالي يعني انا مازيمبي ده من الفرق الواحد شايل همها جدا جدا في الكورة. جدا جدا بالنسبه للوداد الوداد مش في احسن حالاته الوداد اصلا صاعد بالعافيه مش في احسن حالاته بس عنده شويه حاجات طالعه حلوه يعني زي يعني مثلا دلوقتي الوداد بيفوض احمد علي
ولو فوضوا وتمت يبقى هيبقى عنده حاجات هجوميه مع هو المقاولين نفى الموضوع ان هو في مفاوضات وحتى كمان المعلومه اللي عندي لان في مفاوضات هو السوشيال ميديا اكيد معلومات وانت عارفه المعلومات لكن انا باكد لك الحقائق اداره الوداد نفت واداره المقاولين نفت طب تمام عموما كمان رجوع فوزي البنزرتي هياثر جدا معاهم لان هو لما سابهم هم اتاثروا فهياثر المره دي معاهم يمكن ده الكويس اللي عندهم لكن لسه استل لغايه دلوقتي الدفاع عندهم مش قوي وكمان حارس المرمى ما تيجي اخدك شويه للاهلي انت وضحت لنا كل النقاط المتعلقه بقرعه بكره عايز اتكلم معاكي على الاهلي انت كاهلاويه طبعا. انت كاهلاويه والحاله اللي عاملاها على السوشيال ميديا كاهلاويه يعني طبعا. الناس عرفتك كاهلاويه طبعا فقولي لي علاقتك بالاهلي بص انا الاهلي بالنسبه لي هو اللي حببني في الكوره يعني انا عشق للكوره السبب الاساسي شفتي بقى الكلام طلع ازاي من القلب هو ده يعني انا جاي لك في صحبه يعني عشقي الاساسي للكوره سببه الاهلي بالنسبه لي متعه انا لو هتيجي مثلا الناس بتتعصب برشلونه وريال مدريد الدنيا كلها بتفتكر الناس انت حبك للاهلي عشان الاهلي نادي بياخد بطولات لا خالص انت تعرف انا اول مره اشجع الاهلي واحبه جدا جدا تخيل من امتى كنت صغنطوطه جدا يعني فاكر الماتش بتاع الاهلي والزمالك لما الزمالك انسحب مش عايز اتكلم الاهلي والزمالك اصل انا كلامي يعني بيوجع كتير لا يعني الماتش ده لا الماتش كان 10 دقايق تقريبا حاجه زي كده بس الماتش ده اثر فيا جدا انا فاكره وانا صغيره اصلا كنت بفضل اتابع الماتشات واكتب بوسترات اللعيبه في كل حته عندي انا الاهلي بالنسبه لي هو اللي حببني في الكوره ومن ساعتها وانا الكوره بالنسبه لي يعني مش شيء عادي اكبر حاجه عملتيها اكبر بوست عملتيه مثلا على الفيسبوك جمع لك ناس كتير قوي كان ايه تفتكري او صوره حطيتيها او تعليق اكتر صوره اكتر صوره لما كنا اكتر صوره كنت لسه نزلاها كنا فايزين في لسه في بطوله افريقيا السنه الماتش كان ايه كنت في الماتش انا كنت في الاستاد وفزنا وصعدنا كان احنا فزنا كتير قوي ما شاء الله دي لا 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 الماتش انا بفتكر لك انا نزلتها دي تقريبا كنت مصوراها من في الماتش نفسه برج العرب لا برج السلام السلام استاد السلام ودي كان عليها يعني انا اصلا قبل كل ماتش انا عندي صور للاهلي انت بتسافري مع لو في فرص لو في فرص انا حتى روسيا سافرت انا يعني انا بالنسبه لي مع منتخب مصر انا بالنسبه لي متعه يعني دايما في ناس كده تقول لك مثلا متعه السفر انا مش السفر للسفر بس انا وانا رايحه الاستاد او انا وانا بتفرج على الماتش دي بالنسبه لي دي متعه اجمل موقف في روسيا حصل لك او اغرب موقف لان احنا كده سرقنا الوقت يعني اغرب موقف حصل بس لك بص انا احلى حاجه حصلت في روسيا ان انا عرفت يعني ايه محمد صلاح الحاله اللي عاملها محمد صلاح يعني في ناس بجد ملك متوج محمد صلاح انا اصلا اول حاجه شفتها هناك كانت حاطينه عشان عيد ميلاده حاطين له بتاع يعني بوستر كبير كده في الشوارع مفيش بني ادم ما كانش يعرف محمد صلاح يعني دايما كانوا يتخانقوا بين كريستيانو وبين ميسي يعني دلوقتي محمد صلاح داخل طرف لا محمد صلاح محدش بيقول عليه اعتراض يعني اللي بيحب كريستيانو ما بيحبش ميسي والعكس اما هناك محمد كله صلاح كله بيحب محمد صلاح محمد صلاح احنا كان كل الناس بتغني لنا مو صلاح صوره مشرفه لمصر جدا 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 الصراحه يعني انت اللي جيت متاخر مش انا اللي جيت متاخر انت اللي جيت متاخر انت اللي جيت متاخر يعني. فخلاص بقى ان شاء الله تجينا حلقه ان شاء الله كده وبالظبط بقى نتكلم بشكل أكبر. اكبر كمان ونورتيني وشرفتيني وحاجه جميله جدا وبتمنالك التوفيق في تجربتك مع ان انا سيسايد شويه بس ماشي نمشيها بقى يعني شويه ندخل ننافسكم بتمنالك التوفيق تسلم لي جدا ربنا يخليك تعمل اللي انت عاوزاه في حياتك السشواليه اوكي نورت شرفت بيك انا نورت دي كانت نهايه حلقتنا معاكم في الاهلي الليله كان قرارات مميزه لمجلس اداره النادي الاهلي تكريم ايضا لفريق الباسكت بول بالنادي الاهلي ان شاء الله دايما في تميز ودايما في بطولات زي ما النادي الاهلي معودنا ودايما عند حسن ظن كل الجماهير الاهلاويه اللي بقول لكم ما تقلقوش كل الصفقات بكرر عليكم تاني اللي انتوا عايزينها في الطريق ان شاء الله دايما بتشرفوني وبتنوروني ومع الف سلامه